يلا بينا نبتدي. يلا يا جماعه احنا عندنا بانل يعني قوي جدا ويا وي اور اكسايتد تو هير اباوت نيناتولوجي، ومعانا قامات قويه جدا، فليتس ستارت عشان نستفيد بالوقت وكل لحظه في ديسكشن قويه باذن الله. احب الاول ابتدي الاول اشكر طبعا المنظمين والدكتور، وحقيقي يعني مؤتمر رائع والديسكشن مهمه ودايما في جديد في كل سنه، والسنه دي في ذهب جديد ويعني اكسايتد كلنا ان احنا ناخده. احنا النهارده هنفتتح نيوناتولوجي ديسكشن علينا، هبتدي اقدم الدكتور محسن الصعب، هو مودريتور السيشن. اتفضل دكتور محسن تقدم لنا البانلست. السلام عليكم. في البدايه بنشكر الاستاذ الدكتور وائل بحبح والدكتور محمد زنون على دعوتهم لنا ان احنا نكون ممبرز في النيوناتولوجي ورك شوب. انا بتشرف ان اكون مودريتور مع اخويا الاستاذ الدكتور محمد عزت، وبشرف ان يكون معانا سبيكر الاستاذه الدكتوره امال اسكندر، الاستاذ الدكتور مصطفى عبد العظيم، الاستاذ الدكتور اسامه حسين. هي انتر اكتف سيشن، ان شاء الله هي هتكون ساعتين، ساعه ونص انتر اكشن ونص ساعه ديسكشن. في البدايه انا عايز كل الناس يعني وانت اثناء البانل لو في سؤال ولا حاجه هتكتبه هيجي لي على وفي اخر الديسكشن انا اللي هعرضه ان شاء الله، تمام؟ ويا ريت لو كل الناس تقدر تنزل البيلي اب على الموبايل عشان ممكن في اخر السيشن لو في تشانس نعمل زي ايه مسائل افتراضيه على اللي هتسمعوه، بحيث نشوف احنا فهمنا وفي الاخر نطلع في الاخر يدي تقريبا جايد لاينز هنمشي عليها كلنا ان شاء الله. ليه احنا النهارده هنتكلم عن الهايبر بيليرونيميا؟ الهايبر بيليرونيميا دي بروبلم كبيره في الترم والليت ترم، في الترم والليت ترم. الكريتيكال هايبر بيليرونيميا مشكلتها اللي بتنتج عنها في الاخر ممكن هي انكومن صحيح، بس اذا نتج عنها ينتج عنها كرونيكترز. اذا نتج عنها يحصل مش تمعين؟ مش شغال؟ لا شغال. اقرب منه، اقرب شويه بس. طب الكريتيكال هايبرلوميميا از ان كومن بات هاز بوتنشال فور كوزنج كرنكترس. البلوروبين اندوز انكيفالوباسي از افريبنتبل كوز. منتال ريتارديشن فور منتال ريتارديشن اند اتس بريفنشن از ماتش ايزير اند ليس كوستلي if diagnosed on timely problem. يعني هو ده الهدف ان احنا في الاخر نتعلم حاجه واحده نمشي عليها عشان دي حاجه بريفنتبل، هي انكومن بس بريفنتبل. In one Egyptian study consider kernicterus the third most common cause of developmental delay in Egyptian children composing 9% of all etiologies. Other two studies in neonatal jaundice was a major contributing cause for cerebral palsy. في امريكا اكثر من 50% of term و 80% of preterm infants develop jaundice عند يومين الاربعه. الانسنس هاير في الايست اشيان والامريكان انديانز اند لوور ان افريكانز. ليه؟ عشان اللو بريفالنس بتاع الجي 6 بي دي. الجريكس ليفنج ان جريس مور ذان زوز جريكس ديسنت ليفنج اوت سايد جريس. بوبيوليشن ليفنج ات هاي التيتيود. دوت اللي هي الكاتيجوريز اللي هي المعرضه للايه؟ للهاي بلوربونيميا. في مصر 20.4 اوف فول تيرم نيو بورن ديفلوب جوندس ييرلي. الانسنس اوف جوندس فاوند تو بي هاير ان لو بيرث ويت نيونيتس 35.6 كومبيرد للنو نورمال بيرث ويت انفنتس 16.9. الانسنس از ديفيكالت ديو تو فاريشن في الديفينيشن اوف سيجنيفيكانت جوندس. والايدنتيفيكيشن اوف انفنتس تو بي تيستد ديبندز ان فيجوال ريكوجنيشن اوف جوندس باي هيلث كير بروفايدرز. الوقت انا هقدم اخويا الدكتور محمد عزت هيكمل كمودريتور للانتر اكتف ايه بانل ان شاء الله. السلام عليكم. مش عارف الصوت كده واضح للناس اللي كانت بتسال على الصوت، تمام؟ زي ما الدكتور محسن كده اتفضل وقال ان احنا بنتكلم عن الهايبر بيليرونيميا الجوندس. يبدو الموضوع بيزك صحيح، وهو فعلا موضوع بيزك، لكن اتس افري داي ورك.
ده everyday practice، وعندنا حاجات كتيرة قوي معروفة وحاجات كتيرة برضو مش معروفة قوي أو فيها شوية variation في البراكتس، عايزين نحاول نعرف البيز بتاع الصح فيها ونمشي فيها بشكل مظبوط. احنا عشان نتكلم عن الهايبربيلروبينيميا كلنا عارفين الجايد لاينز، صحيح بتتكلم في تريتمنت، لكن احنا لازم نبتدي من الفيزيولوجي. ايه هي الهايبربيلروبينيميا؟ ايه اسبابها؟ ايه القصه بتاعتها؟ الفيزيولوجي ده يمكن موضوع كلنا سمعناه وعارفينه، عايزين ريفيو بسرعه كده. دكتور مصطفى يدينا فيزيولوجيكال ريفيو عن الهايبربيلروبينيميا، اتفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سعيد جدا بوجودي مع قامات علميه الدكتور ايمان الدكتور اسامه في حضور الشير بيرسون وصديقي واخي الدكتور محمد والدكتور محسن الصعام. Actually understanding the metabolism or physiology of bilirubin help us to understand the etiology of hyperbilirubinemia and the management of hyperbilirubinemia. Production of bilirubin is lifelong process, even starting in the fetal life. But we have balance all the time between the production and the elimination. So we have production, and after production, we have transport in the blood, uptake, conjugation, and excretion. Every step occurs in place. Mainly production of bilirubin comes from the hemoglobin, the hemolyzed or aging RBCs, mainly like 85%. 15% come from other heme-containing enzymes, like catalase or myoglobin. This hemolysis produces the heme. The heme with the heme oxygenase enzyme produce biliverdin, which is the main bile pigment in the animals. It's green in color. After that, this biliverdin converted by biliverdin reductase to bilirubin. Each molecule of heme produce one bilirubin and one carbon monoxide. Okay, sorry. One carbon monoxide, which expired in expiration. After production of bilirubin, this unconjugated bilirubin is fat soluble, cannot solute in water. He need to be transported in the blood by attaching or carried by proteins, mainly the albumin, can be attached to globulin also. The albumin can accommodate up to 8 milligram. Each gram protein can take care or can hold like 8 milligram of albumin. Then go to the stream. Next, please. After transport, come to the liver cells, which can be uptaken by specific receptors. These receptors facilitate entry of the albumin and association, bilirubin and association in the albumin outside. Bilirubin trapped in the hepatocyte by specific protein, ligand protein, Y and Z protein, which transfer the unconjugated bilirubin to reticuloendoplasmic reticulum, where the conjugation occurs. We have enzyme gluconyl transferase, conjugate one or two molecule of glucuronic acid. So we have mono or diglucuronic bilirubin, which will be excreted against concentration. Please, conjugation. This conjugation occur in the reticuloendoplasmic, then excreted to the bile salts. Next, please. After excretion in the bile, will be excreted in the small intestine. In the small intestine, this conjugated bilirubin cannot be absorbed. We have two fates. هيروح لحكتين. لإما يتحول unconjugated bilirubin لإما يتحول لبيلروبين يوروبيلينوجين. اللي بيحول يوروبيلينوجين actually intestinal microbiota. والميكروبيوتا في النيوبورن بتبقى الانتستين لسه سترايل. ما فيش ميكروبيوتا. فجزء still بيتحول deconjugation. Deconjugation ده بيتحول بجزء من الميكروبيوتا برضو. لكن في enzymes في الانتستينال ميكوزا اسمه بيتا جلوكورنيز. يعمل unconjugated bilirubin. This unconjugated bilirubin can reabsorb it, especially if there is a stagnation like constipation or delay feeding or intestinal obstruction, can be reabsorbed through the blood, portal veins, to reach the liver again, and this is what's called interior hepatic circulation. Part of urobilinogen, the mainly converted to stercobilinogen, which you go to the stool,
oxidated to be stirobilin, which gives the color to the stool, and parts absorb it to the blood. Small part to go to the interior hepatic circulation, and small part to go to the urine output. Okay. يعني الـ source بتاع البيلروبين mainly من الـ RBC's destruction. The other sources اللي هي الـ 15% other sources of heme اللي بيسموهم slow heme غير rapid heme اللي طالع من الـ من الـ من الهيموغلوبين دول كمية قليلة. لكن أهم فاكتور حضرتك اتكلمت عنه هقول اتفضل. 1 جرام اوف هيموجلوبين هيموليسيس بروديوس 34 ملي جرام اوف بيليروبين. تخيلوا حضراتكم جرام واحد في الهيموجلوبين يتكسر يطلع لي 34 ملي جرام بيليروبين. يس ذس از ان امبورتنت فيجر طبعا لان ده يورينا قد ايه ان الهيموجلوبين ديستركشن هو المين سورس. لكن في نقطه مهمه قوي دكتور مصطفى اتكلم عنها واحنا بنتكلم على الفسيولوجي عايزين نخلي بالنا منها الامبورتنس اوف انتيريو هيباتيك سيركيليشن سبيشال في الفيرست few days of life. The interior hepatic circulation can contribute up to 40% of the bilirubin load in the first few days of life. لأن الميكونيوم ده بالروبين لودد ده أولا لما يكون الانتستين ما فيهاش حركة كويسة defective breastfeeding زي ما هنتكلم كمان شوية ده بيخلي interior hepatic circulation تدينا كمية بالروبين فظيعة أكتر من نص تقريبا قريب من نص بالروبين اللي في جسم البيبي بيبقى جاي من interior hepatic circulation. So يعني enhancement of interior hepatic circulation is very very important to get rid of excess بالروبين. لكن by far أهم سبب للهايبر بالروبينيميا هو الهيموليسيس. اهم سبب يعمل لنا هايبر بيلروبينيميا الهيموليسيس صحيح. لكن واحنا بنتكلم على الانتيريو هيباتيك سيركيليشن محتاجين نتكلم على الفيدنج البريست فيدنج وبريست ميلك جوندس اند بريست فيدنج جوندس. دكتور اسامه يدين ريفيو عن القصه دي. شكرا دكتور محمد على التقديم. الحقيقه طبعا موضوع البريست فيدنج والبريست ميلك جوندس فيها لبس شويه ويمكن فيها شويه ميس اندرستاندينج في بعض البوينتس. يعني طبعا البريست ميلك جوندس ولازم هنفرقه عن بريست فيدنج. حد يعرف الفرق بينهم؟ حد يقول بريست ميلك؟ تمام. اي تمام شكرا لحضرتك يا فندم. الناس ما شاء الله عليها. البريست ميلك جوندس طبعا بريست فيدنج جوندس اللي هو فعلا زي ما حضرتك قلتي اللي هو او له مسمى ثاني بنسميه سي دي سي اللي هو سب اوبتيمال انتيك جوندس يعني اللي هو بياخد اقل من المطلوب. وبالتالي ده بيحصل في اول اسبوع من في اوف لايف لما بعض الاطفال ما بيبقاش ستيل بياخد اوبتيمال فيدنج وده ممكن يخلي فيه بيلروبين بيزيد قوي لانه بيبقى فيه انكريز ري ابتيك اوف جوندس اوف بيلروبين. طبعا تبقى الجات موفمنت اقل والسيركيشن مش شغاله مظبوط والليفر برضو ابتيك بيبقى مش كافي. نيكست. البريست فيدنج طبعا ده بيأخر باسج الميكونيوم زي ما قلنا وده بيبقى فيه لارج اماونت بالروبن ترانسفيرد للاطفال للسيركيشن بتاع البيبي نفسه كده فصل خالص. وده يمكن من الاسباب اللي بتخلي الناس دايما حتى في الوحدات تلاقي التمريض دايما يدوا نصيحه للناس رضع الطفل كتير عشان السفره تروح. وساعات بيبقى فيه ده بيبقى مس بيرسيف ده لان هو لازم يرضع اكتر من العادي او لازم ياخد لبن صناعي ودي حته يعني تانية فيها جزء طبعا مش مظبوط ان هم ياخد لبن ارتفيشال بدري عشان السفره تروح. هو الكلام ان احنا ناخد اوبتيمال فيدنج مش اوفر فيدنج سواء كان بريست فيدنج او ارتفيشال فيدنج. لكن قصنا ندي لبن خارجي عشان السفره تخف وانا مش متاكد ان هو سب اوبتيمال يبقى انا كده بظلم الطفل طبعا. ونفس الكلام لو الام برضو ترضعه زياده عن اللزوم. فده بالنسبة للبريست فيدينج. بريست ميلك جوندس زي ما حضرتك قلت ان في فاكتورز معينة في الميلك لسه لحد دلوقتي مفيش فيها فاينل يعني ابروفال ايه السبب نفسه. لكن هي بتحصل يعني في نهاية الاسبوع الاولاني او الاسبوع الثاني وبتبقى نسبة الصفرة او بيلروبين عالية في الاطفال ولكن بتخف في كل الاوقات من غير ما نوقف الرضاعة. ودي النقطة اللي عايزين نفوكس عليها في الكلام النهاردة ان انا
ترند ان انا يعني اي طفل مش عارف له سبب او طول او حتى لو يعني عارف الاسباب لكن بقول لها ايه وقفي رضاعة طبيعي شوية وخدي لبن صناعي علشان الصفرة تخف ونوقف رضاعة طبيعي. فطبعا ممكن او الطفل ما يرجعش يرضع طبيعي تاني او يحصل مشاكل من اللبن الارتفيشيال او بنبقى عامة حرمناه حتى من فايدة الرضاعة طبيعي اليومين دول حتى لو رجع ياخد تاني. لكن هنا بيخف حتى لو ما وقفناش الرضاعة الطبيعي. والأرقام بتاعة السيرم بالروبن في الأطفال اللي فيها بريست ميلك جوندس ممكن تبقى بتعلى قوي وممكن تقعد فترات طويلة على ما تنزل تاني مقارنة بالأسباب الأخرى. الباثولوجيكال كوزز طبعا لازم نستبعدها الأول علشان نبتدي نقول ده بريست ميلك جوندس عشان برضو ما أقولش إن أنا بريست ميلك جوندس أول طفل ما أشوفه طب جربي بطل الرضاعة وخلاص. لأ لازم أتأكد أستبعدها وبالذات الحاجات اللي هي أنكونجوجيت لأن الأسباب الأنكونجوجيتد هايبربيلروبينيميا مشتركة ما بين بريست ميلك جوندس وما بين الحاجات التانية زي الهيموليتك فلازم أستبعد هيموليتك الأول. استبعدتها يبقى خلاص أنا بريست ميلك جوندس مش هعمل له حاجة بالتالي أتعامل معاه بهذه الطريقة. الأسباب اللي مقترحة كلها وكلها نظريات لحد الوقت يا إما حاجات سبستانس بتبقى سيكريتد في الملك يا إما بيكون جينيتك كوز. جينيتك كوز طبعا بيديوا مثال بيركليجر النجار والجيلبرت إن هم بيبقوا سندرومز معروفة إن بيبقى فيه مشكلة في الإنزيم. الأسباب اللي هي السيكريتد في لبن الأم مش 100% بروف ما فيش إيفيدنس قوي يقول إن هي موجودة وأكيد مش هيبقى لها علاج. الأسباب الجديدة اللي بيتكلموا فيها دلوقتي اللي هو التشينج في الميكروفلورا بتاعه الانتستين الميكروبيوتا كنا عارفين طبعا الميكروبيوتا بتتكون ازاي وطبعا مع الايرا بتاعه السيزيريان سيكشن زياده قوي الاطفال بتتحرم من الميكروبيوم اللي بيتكون اثناء الباسج من البيرس كانال او حكايه ان السيزيريان سيكشن بترفع احتماليه دخول الحضانه للدبل تقريبا وبالتالي ده بيخش الحضانه بيبعد عن بريست فيدنج بياخد انتيبيوتيك بيدمر الميكروبيوم بتاعه. اذا الميكروبيوتا دلوقتي الكلام على ان هي ممكن لها علاقه بالبريست ميلك جوندس احد الاسباب المقترحه. من الحاجات اللي لازم نستبعدها الجالاكتوزيميا والهايبوثايرويديزم ودي حاجات اوريدي بدات تبقى تعملها سكريننج. احنا عندنا سكريننج كل الاطفال دلوقتي للسببين الاولانيين الهايبوثايرويديزم والبي كيو بالاضافه للاطفال اللي بتخش الحضانه بتعمل لهم بقيه 19 سكريننج لحاجات كتيره قوي من ضمنها الاثنين دول الجالاكتوزيميا طبعا دي اضافه كبيره بس ستيل لحد دلوقتي على اطفال الحضانات بس 19 حاجة دول بيتعمل لهم 3 مرات في أول يومين وبعد كده بيتعمل 14 يوم بعدين تعمل 28 يوم لأطفال الحضانات. وده طبعا حاليا بروجيك ده شغال بقى لحوالي سنة تقريبا وبيتبعد بيه وبيطلعوا بيه حالات وبيتابعوا حالات وبيتعالجوا حالات لكن استيل هو يعتبر زي بايلوت على قد أطفال الحضانات عشان نعرف حجم المشكلة دي هتكلف مليارات بعد كده أن الناس تاخد حاجات تعويضية وبدأت الشركات تشتغل على النقطة دي. How to manage طبعا الأرقام رفلي كده لكن أنا طبعا لو هو الأرقام أقل من 12 هو كله management للجوندس كجوندس مش كبريست ميلك جوندس يعني الأرقام المعقولة وطبعا في كيرفات بس هتبشلناها هنتكلم عن أو الزملاء هنتكلموا عنها لو أكتر من رقم معين ومش محتاج فوتوثيرابي نفستيجيت خلاص ولكن مش هياخد فوتوثيرابي. الليفل بتاع الفوتوثيرابي بياخد المانجمنت بتاعه او بياخد طبعا اذا كان محتاج انتنسيف فوتوثيرابي او سينج واتيفر لكن في كل ده مش بنوقف رضاعه طبيعي الا لو عيله قوي رقم 20 لكن مش اي طفل هيجي لي صفره ان انا اوقف له رضاعه طبيعي. اذا بريست ميلك جوندس هستبعده ان هو اندايركت هايبربيلروبينيميا او انكونجوجيتد هايبربيلروبينيميا ولكن ما هوش هيموليتك وبالتالي اتاكدت انه كده مش حامل رضاعه طبيعي. الارقام العاليه قوي ده غالبا يبقى في الحضانه خلاص حتى جوه الحضانه ياخد بريست ميلك مش مثلا هو دخل الحضانه بصفره وعارف بريست ميلك ورقم طبعا دي نادره جدا يوصل الارقام دي في بريست ميلك جوندس يعني دي ما هياش كومن خالص يعني لكن حتى لو فرضنا برضو ما نوقفش الايه البريست ميلك في هذه الحاله. اوكي ده الكلام في تمام خلاص اوكي تمام. طيب انا بس عايز استرس على نقطه مهمه جدا يعني دكتور اسامه اتكلمنا على البريست ميلك جوندس وقد ايه ان هي احنا مش قلقانين منها mostly it is considered to be a safe. احنا كل الفكره انها حاجه مطوله فعايزين نشوف الاسباب الثانيه عشان نتاكد انها بريست ميلك جوندس mostly it is harmless يعني الى حد كبير الا اذا عليت اكتر من ارقام كبيره زي ال20 او الليفل اللي هيحتاج انترفنشن وده رير ده مش كومن. لكن عايزين اندرسكور تاني البريست فيدنج جوندس او اللي بعض الناس بيسموها بريست نون فيدنج جوندس. البريست فيدنج جوندس دي اللي فعلا قد تكون خطيره اللي هي بتيجي في الاول اللي بتيجي في الاول ديو تو ديفكتيف انتيريو هيباتيك سيركيليشن عشان البيبي ما خدش كميه زي ما الدكتوره تفضلت وقالت ما خدش كميه ملك كفايه. العينين دول بقى عندهم
بريسك فاكتورز زياده، ممكن يبقى ديهايدريتد لانه ما خدش ملك كفايه، ممكن كمان يدخل في هايبوغلايسيميا انويل بيبي، ودي كلها حاجات تزود المشاكل بتاعه البيلروبين على البرين. فالعيان بتاع البريست فيدنج جوندس ده يعتبر ريسكي، لكن اجين اند اجين احنا كل الحالات بنتكلم على الهيموليسيس. احنا البعبع بتاعنا في الهايبر بيلروبينيميا هو الهيموليسيس. طيب لما بنتعامل مع اي عيان جوندست، اول سؤال بنفكر فيه از ات هيموليتيك اور نوت، وتاني سؤال لو هو هيموليتيك از ات اميون هيموليسيس اور نوت، لان الاميون هيموليسيس هي الاشهر، بس هي الاكتر ولا مش الاكتر؟ عايزين نعرف. اوكي هقلب انا النفس. اتفضل. اوكي احنا سمعنا من الدكتور مصطفى على ازاي البيليروبين بيتعمل، واهم حاجه ان هو بيجي عامه من الاولد او النوت نيدد ار بي سيز. ليه احنا بنخاف من الهيموليسيز؟ لان بيكسر الار بي سيز اللي عندنا الكتيره، وبالتالي بيعمل رابيد سيرش في البيليروبين، وبالتالي النتيجه بتبقى هارم اند هارم اند كارنيكترس. فده اللي احنا خايفين منه. عشان كده أنا لازم أبقى فاري أوير مين العيان اللي أخاف عليه، لأن عيال كتيرة جدا بتصفر. فإيه البريدكتورز إنه ممكن يحصل هيموليسيس؟ عندي المذر اللي عندها ريسكي بلاد جروب، وكلنا عارفين الريسكي بلاد جروب اللي هو يا إما أو يا إما آر إتش نيجاتيف. وعندي المذر اللي جاية بتقول لي إن أنا كان عندي بيبيهات دخلت الحضانة بسبب مشاكل. وعندي جزء مهم قوي اتفاهم فيه مع دكتور النساء، الام دي وهي حامل اسلها الانتي بودي تايتر ولا لا، هل عملت امنيوسنتيزس وطلع فيه بيليروبين عالي، هل في ايفيدنس اوف هايدروبس، وكمان بيبي عندي with rapidly progressive jaundice. ودايما بنقول ايه، if there is jaundice in the first 24 hours of life it is a red flag for hemolysis and you have to take it very seriously. ايه اسباب الهيموليتك jaundice؟ يا اما immune mediated زي ال ABO وال RH وال minor blood groups. عندنا بقى الحاجات التانية اللي بنسميها hereditary hemolysis اللي هي الامراض الوراثية اللي بتعمل hemolysis، اللي بتعمل في النيوبورن بيريد اهم واحده في مجتمعنا هي الانزيموباثي جي 6 بي دي، لكن كل الحاجات التانية الفا ثلاسيميا سيكل سيل بايروفيت كاينيز الليبتوسايتوزس وسفيروسايتوزس كان كوز ماتش ريرر، لكن يو هاف تو بوت ذم انتو كونسيدريشن. ازاي هشخص؟ لازم اعرف ان بدام عندي بيبي قدامي، يا اما انا عارفه من الهيستوري بتاع الام يا اما بدا يصفر في اول 24 ساعه، هتعمل ماتيرنال وبيبي بلاد جروب سواء كورد اور نوت، هتعمل ار اتش. ما تنساش ان انت ممكن تحتاج تعمل الماينر بلاد جروبس لو ما لقيتش سبب. بيليروبين طبعا توتال ودايركت، والدايركت او سوري الانكونجوجيتد هو اللي هيبقى اعلى قوي ده اكيد، لان الهيموليسيس زي ما الدكتور مصطفى قال لنا، لكن ممكن من كتر البيليروبين لود يحصل ايه، ان الدايركت يعلى شويه. هعمل طبعا دايركت واندايركت كومز تيست، وهعمل بلاد بيكتشر وسمير، كمان هعمل انتايدل كربون مونوكسيد، وهنمشي في الحاجات دي بسرعه جدا. كلنا عارفين الـ RH incompatibility does not affect the first pregnancy، لأن الأم ما شافتش الـ D antigen ده قبل كده أو الـ C أو الـ E حسب أنهي نوع. بعد كده هوت في الـ second pregnancy حصل synthesization، لأن حصل نقطة فيتو maternal hemorrhage من الأم للبيبي، جندت antibodies هتضرب في الـ second pregnancy. الـ ABO incompatibility احنا عارفين أن الأم اللي blood group O عندها anti-A و anti-B of the IgG type، الباقيين IgM، therefore it can cross the placenta and can attach to the RBCs of the fetus from the first pregnancy، ودي بقت RBC شكلها غريب وبالتالي نكسرها. فده الـ ABO والـ RH. ايه الفرق بين الـ direct Coombs test والـ indirect Coombs test؟ الـ direct انا بدور على الانتيبودي اللي اوريدي لازق في الار بي سي، فانا هحط عليه سيرم فيه الانتيجلوبولين، لو في انتيبودي لازق في الار بي سي هيمسك فيه وهيأجريجيت، وده اللي انا بعمله في البيبي اللي انا متوقع ان عنده اميون هيموليسيس. الدايركت في الكومز تيست هيبقى بوزيتيف في الار اتش انكومباتيبيليتي، ولكن في الاي بي او انكومباتيبيليتي ساعات كتير جدا الدايركت كومز تيست بيبقى نيجاتيف. كلنا بنقول ازاي اميون هيموليسيس ده كان نيجاتيف؟ لان ما بيبقاش فيه كميه كفايه من الانتيبوديز تديني ا بوزيتيف تيست في بعض الاحيان. امال ايه الاندايركت كومز تيست؟ انا بدور على انتيبودي في السيرم، فانا الانتيبودي اللي في السيرم دي هحط عليها دونر ار بي سي ما عليهاش حاجه، لو في انتيبودي في السيرم هيمسك فيها،
لما بقى احط السيرم اللي فيه انتي جلوبولين ساعتها يحصل الاجريجيشن. دي بتبقى في الام اكتر، لكن sometimes in babies with ABO يبقى عندهم شويه انتي بوديز في السيرم مش ماسكه، ممكن يبقى عندي indirect Coombs test positive برضو. انا اللي عايز اركز عليه قوي ان انت السي بي سي تقدر تديك معلومات مهمه جدا 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 في الهيموليسيس. طبعا هتلاقي الهيموجلوبين واطي، طبعا هتلاقي الريتيكولوسايت كاونت عالي، واحنا عارفين انه في النيو بورن ممكن يبقى اعلى شويه فهيبقى اعلى من 6. مهم ممكن الاقي نورموبلاست، وساعات هم بيعدوها يقول لك ليكوسايتوزس فخلي بالك. ممكن الاقي سفيروسايتس، ممكن الاقي الابنورمال فراجمنتد ار بي سيز اللي هي سكيتوسايتس والبير سيلز، ممكن كمان يبقى فيه عشان بحاول البون مارو يطلع ار بي سيز كتيره يبقى مهدي اللعب مع الليكوسايتس والثرومبوسايتس فيبقى عندي بليتلت باطي ولوكوبينيا شويه. انا مش هخش في التفاصيل دي، بس ده ال variable things that you see on a blood smear وممكن تديني indication. يعني ال Heinz body والبلستر سيلز ممكن يبقى في G6PD، ال elliptocytosis يعمل لي ال oval cells دي، ال schizocytes ممكن ألاقيها لو عندي هيمانجوما بتكسر أو عندي DIC. فاستعمل ال blood smear في بلد فقيرة زي بتاعتنا بدل ما نعمل ال very complicated studies. انا جايبه لكم ده عشان احنا نبقى عارفين ان النهارده بقى في جهاز اسمه كوسنس بحط خرطوم في مناخير البيبي وبيقيس لي الكربون مونوكسيد. وزي ما الدكتور مصطفى قال لنا كل جرام اوف بيليروبين بيطلع قصاده 1 يونت اوف كربون مونوكسيد. فلو عندي طريقه استيميت الكربون مونوكسيد قد ايه عرفت عندي هيموليسيس قبل ما البيبي حتى يصفر ويخليني اخد اكشن بدري. سو ات از انترستينج اند امبورتنت. G6PD عايزين نعمل عليه هايلايت. G6PD is an enzyme that is very important to produce reduced glutathione. ليه؟ هو بيحول الجلوكوز 6 فوسفيت في الحاجة اللي اسمها البنتوز باثوي للجلوكوز. في الخطوة دي بيحول النات بي لنات بي اتش ويطلع لي الهيدروجين ده اللي هيعمل لي ريدكشن للجلوتاثيون اللي هو سكافنجر للأكسجين فري راديكلز. وده مهم جدا ليه؟ عشان لو مش موجود الار بي سي نفسها هتتكسر من الاكسيديتيف ستريس، وكمان السكافنجنج اوف اكسجين ان ذا برين في البيليروبين انسلت اللي بيحصل في الكرنيكترس ممكن يبقى اوجمانتد ان ذا ابسنس اوف ذس انزيم. ايه اللي هيحصل؟ sudden onset of extreme hyperbilirubinemia exponential rise، يعني كانت 6 بقت 10 بقت 15 بقت 18 وعندي high risk of mortality and kernicterus. بصوا الصوره دي، ده بيبي نورمال الار بي سيز بتتكسر كل شويه كميه قليله بتطلع بيليروبين، حتى لو شويه منه قليلين عدوا البرين انا عندي اوريدي جلوتاثيون بيهيت الاكسيديتيف انفلاماتوري ستريس اللي بيحصل منه. واحنا عارفين ان البيليروبين انتي اوكسيدنت لكن كمان ليه اوكسيدنت افكت لما يبقى ان هاي ليفلز. يبقى الجي 6 بي دي بيكونتريبيوت للكرنيكترس ازاي؟ increase hemolysis induced spike فجأة البيليروبين لود عالي قوي، وكمان reduce buffering capacity against the production of oxygen free radicals. الأسباب الأخرانية البيروفيت كاينيز deficiency، فكر فيها امتى؟ لو عندي كومز نيجاتيف non-spherocyte jaundice وموجودة في عيلة فيها history of consanguinity بس ما عندهمش G6PD، والهيريديتري سفيروسايتوزس والثلاسيميا والسيكل سيل انيميا بالتست العاديه الهيموجلوبين الكتروفوريسز وكده. شكرا. شكرا لحضرتك على الريفيو الرائع ده، بس انا عندي اسئله صغيره بقى، اسئله مفاجاه كده اتفقناش عليها. انا قلت لحضرتك اول سؤال بنقول هيموليسيس اور نوت. حضرتك قلت لنا الحاجات اللي نبص عليها في السي بي سي عشان نقول هيموليسيس. طيب احنا عشان نقول ان دي هيموليتيك جوندس لازم ريتكس، لازم الريتكس تكون عاليه ولا في حاجه تانية ممكن؟ في معظم الاحوال الريتكس بتكون عاليه، لكن في لما بيبقى في احنا عارفين في ماينر بلاد جروبس، فمثلا في الكال انديوست هيموليسيس الريتكس ما بتعلاش لان هو بيبقى بيعمل بارشل سبريشن للبون مارو ات ذا سيم تايم. هو اللي بيعلي الريتكس ان انا عندي هيموليسيس وفجاه ما بقاش في ار بي سي شغاله بره فالبون مارو يشتغل جامد جدا، الكال بيسبريس البون مارو شويه فبيعمل كده. ثانك يو. وفي نقطه انا يعني دي نقطه مهمه الحمد جدا الحمد لله طلعت مذاكره السؤال.
بخاف انا من محمد عزت. بعض الناس بعض الاستاديز حضرتك فاكره الاستادي اللي كان عاملها دكتور نهاد اللي كان حاطط الديفينيشن غير الديتكس ان احنا عندنا هيموجلوبين دروب في 24 ساعه اكتر من 2 جرام. This can be defined in some research and the evidence of hemolysis per se. دي نقطة مهمة جدا جدا. وحضرتك اتكلمتي على الكلي انتيجين كويس قوي. وكمان انا عايز اقول حاجة, حضرتك كنت بتتكلمي على الار اتش انكومباتيبلتي, الانتي دي هو الاكتر صحيح, يعني الدي انتيجين هو الاكتر ان يكون نيجاتيف. لكن في بعض الحالات السي والاي ممكن يكونوا الام نيجاتيف للسي والاي, والام دي لما بتعمل لها التحليل بتطلع ار اتش بوزيتيف. لما تعمل لها سكرين العادي بتاع بنك الدم تطلع بوزيتيف, واحنا يعني خلاص بوزيتيف ايه المشكله. والعيانين دول ممكن ساعات يبقى عندهم الاندايركت كومبس هو اللي بوزيتيف والدايركت كومب نيجاتيف, واحنا نبقى مستبعدين خالص ان هو ار اتش لحد ما نعمل لهم الماينور جروب منكم, يعني نعمل لهم الانتي بادي بانل يطلعوا سي انتيجين. فدايما ما ننساش ان الار اتش في عندنا اكتر من انتيجين السي والدي. طيب اخر سؤال بقى في النقطه دي, ان الهيموليسيس ماشي, طب الاميون ولا النون اميون؟ حضرتك رايك ايه؟ يعني انا عايز اقول حاجه, احنا طول الوقت مايندد بالاميون بس ناسين الجي 6 بي دي, هل ده منطقي في مصر ولا الجي 6 بي دي عندنا انسيدنس قد ايه؟ يعني الجي 6 بي دي احنا عندنا في الاريا بتاعتنا ا فيري هاي انسيدنس اوف جي 6 بي دي, عشان كمان احنا بطبيعتنا شعب بياكل الفول. لكن كمان الانسيدنس وورلد وايد بيقولوا ان تقريبا 7% من البوبوليشن ممكن تبقى افكتد وذر هيتيروزايجوت او هوموزايجوت. الهوموزايجوت طبعا اقل بكتير. النقطتين المهمين ان احنا كنا بنقول مدام ولد نتخض, مدام بنت مش مشكله. apparently في شويه من الهيتيروزايجوتس بيجي لهم هيموليتيك كرايسيس عنيف جدا. if you cannot او if you can exclude immune hemolysis لازم تخلي بالك انك تشخص الجي 6 بي دي. طبعا احنا عارفين ان لو الريتكس عاليه ممكن تديني فولس ريدنج ان الجي 6 بي دي بتاعي از نوت ذات لو, فلازم افولو العيان ده كلوزلي, ولازم within 2 or 3 weeks بالذات لو كان غير او اعيد الجي 6 بي دي انزيم عشان اقدر اشخص. وان ذا مين تايم ادي الليستة للام بتاعت كل الحاجات اللي هي مش مفروض تعملها لو هي بريست فيدنج للبيبي ده, يعني حنا ان ذا ماذر كان كوز هيموليتيك كرايسيس تو ذا بيبي. يس, الجي 6 بي دي موضوع مهم جدا جدا, وهو بليومورف ديزيز, يعني بيجي باشكال مختلفه. بيجي لنا بسيفير هيموليسيس بيكتشر, بيجي لنا بالروبن رايز من غير ما ريتكس تعلى, بيجي باشكال مختلفه. فيا ريت ان احنا نبقى مايندد بيه اكتر. سوري, بيجي بالظبط, ممكن يجي في اني وقت, اني تايم, صح. دي نقطه مهمه جدا, فلازم نبقى واخدين بالنا منه. احنا طول الوقت عنا على الاميون هيموليسيس, لكن ما ننساش الجي 6 بي دي كواحد من الحاجات. طيب احنا العيانين بتوعنا اللي فيهم هايبر بيلروبينيميا, لقينا فيه هايبر بيلروبينيا او شفناها او حاولنا نقيسها, طيب الريسك فاكتورز فور بروبلمز, يعني احنا لو توقعنا ان اسامه يكلمنا عن الريسك فاكتورز فور بروبلمز في العيانين بتوع الهايبر بيلروبينيميا, امتى اقول ان العيان ده هيبقى ريسكي, امتى اقول ان العيان ده هيبقى عنده مشكله, امتى اقول ان العيان ده هيدخل في سيفير هايبر بيلروبينيميا, امتى اقول ان العيان ده هيدخل في كومبليكيشنز او اتوقع حاجه زي كده؟ اتفضل. ده طبعا بيبتدي من الهيستوري من الاول خالص, يمكن ناخد الهيستوري حتى قبل الدليفري, يعني ده ريكومندد بحيث ان احنا نبقى عارفين هنقابل ايه ونقابل مين. في يختلف طفل, نكون واقف له على الولاده مستنيه, اجيله على طول بعد الولاده, اشوفه تاني بعد الولاده بيوم, او بحيث ان ده بيبقى حاطط عليه فوكس من قبل الولاده. الريسك فاكتورز طبعا اللي بنحطها, ويمكن استاذتنا دكتوره ايمان كلمت عن جزء منها, الطفل طبعا بيصفر اول يوم, ده باثولوجيكال على طول على انفستيجيشن على الحضانه. الاطفال اللي هي بيترفع البيلروبين اعلى من 5 في اول 24 ساعه, ده برضو ريسك فاكتور. الاطفال اللي فيها دايركت اكتر من 2 ده ريسك فاكتورز. بعدين يجي الارقام نفسها, الترم والبري ترم طبعا برضو بنحط على الكيرف, لكن الارقام اللي هي فوق 17 في الفول ترم وفوق 15 في البري ترم, الاطفال اللي بتطول فيها جونز اكتر من اسبوع باستثناء الاطفال اللي هي في البريست فيدنج طبعا ده على ما ناكله ونعمله بتاع, والاطفال اللي هي البري تيرم لما بيبقى يطول عن اسبوعين, البري تيرم بيطول شويه اكتر من الفول تيرم في البيليروبين بتاعه. الريسك فاكتورز عشان نحطها في السيفير هايبر بيليروبينيميا, الاطفال دول اللي احنا بنقل عليهم شويه ان هو قبل ما يروح سواء عاملين له سيرم او عاملين له ترانسكوتينس ميجرمنتس في الهاي ريسك او هاي انترميديت ريسك زون في البيليروبين نيوروتوكسيستي, دي بنحطها ان هو لو على الهاي ريسك ده لا نخليه نروح له يجي لنا نتابعه ما نخرجوش نعمل اي حاجه, بحيث ان خصوصا الناس دلوقتي بتروح بدري, يعني الناس بتعمل سيزيريان وبتروح بعد 6 ساعات ولا, طبعا ده ريسك جدا. سيزيريان هو نفسه ريسك فاكتور.
لحاجات كتيره قوي وبيروحوا بسرعه ممكن يرجعوش تاني او يعني كده يتلخموا بقى وبتاع. اللور ريجستريشنال ايج اللي هو بقى 36 ونازل اقل يعني اكسكلوسيف بريست فيدنج بارتيكولر في نيرسينج از نوت جوينج ويل. هو بيروح ما اعرفش بيرضع كويس ولا لا، خد بريلاكتيلز، اخد اعشاب، الموضه اللي طالعه جديده في الاجار ليس له اي ايفيدنس خالص، بياخد اجار كتير بعد الولاده. الكلام ده في محافظات تانية ولا في بورسعيد بس؟ لا في محافظات كتير، محافظات كتيره في حتت كتير. يعني حته الاجار بدري هو الكلام عليه كتير من عقود طويله جدا والجوندز والصفره طبعا، والشركات الحمد لله بدات تستفيد منه كتير جدا، انما ليس له اي دليل علمي خالص. بالعكس طبعا في مشاكل كتيره جدا، بيأخر رضاعه طبيعي وده اسواهم، اطفال ساعات فوميت واسبريت، بيعمل جي اي تي بروبلم، بعض الناس كليم انه بيعمل اوبستراكشن او سودو اوبستراكشن. هو اعتقد انه جزء لسه جاي للاجار في له جزء. طب خلاص اوكي. فاكسكلوسيف معناه اكسكلوسيف، ده طبعا الاطفال الجوندس اول 24 ساعه قلنا في المره اللي فاتت، بس ده للهاي ريسك. الايزوميون او الازر هيموليتيك ديزيز زي 6 بي دي وذكرت دلوقتي، البريفيوس سيبلينج والجونز، ده في اللي هو السيفير هايبر بروبينيميا، ده اللي بخلي بالي منه واقيسه ويروح ويجي لي كل يوم وكلام. الكفاله هيماتوما طبعا ده ممكن ترفع مني من غير ما احس. يمكن دراسه دي ودي كانت معموله في كايرو يونيفرستي، استاذنا الدكتور ايمن طبعا كانت مشاركه فيها، ودي كانت على ريسك فاكتور بتاع نيوروتوكسيستي. الاطفال اللي هم يعني ما فيهمش اي ايفيدنس في موليسيس ممكن يتحملوا ارقام عاليه قوي، ويمكن دي شفناها يمكن التسعينات لما رحنا بره وشفنا طفل قاعد في حضانه في امريكا 25 والناس سايباه كده عادي، مش يعني مش بتعمل له حاجه، قالوا لا ما فيش ايفيدنس في موليسيس. فطبعا هنا الكلام ان انا الريسك اوف بيليروبين انسيفالوباسي في الهيموليتيك ديزيز طبعا بيختلف كمان حسب الايتيولوجي. يعني ممكن الدراسه دي فيها كذا محور شغاله فيه، اولا الليفل والكوز، وثانيا جوه الايزوميون او جوه الاميون الاسباب نفسها بتختلف، ممكن يبقى ده ريسك اعلى من ريسك. اوكي. ف طبعا يبقى في بيولوجيكال فاكتورز وراه، يعني الطفل اللي هو اللي عنده ار اتش انكوباتيبيليتي الام غير الطفل اللي هو اي بي او انكوباتيبيليتي، والاسباب طبعا في بيولوجيكال فاكتورز، ودي كان عليها فوكس. يمكن بنلاحظ الاطفال اللي هم الار اتش يمكن السيفيريتي والتوكسيستي بتاعتهم اعلى شويه من الاي بي او، فطبعا واضح ان فيها باك جراوند بيولوجيكال فاكتور وراه، ودي كانت في الدراسه دي. الريسك فاكتور النيوروتوكسيستي الايزوميون زي ما قلنا جي 6 بي دي ريسك، عشان زي ما اتفقنا ان احنا من دونات اوفرلوك الجي 6 بي دي، والحمد لله دخل في السكريننج اللي احنا اتكلمنا عنه دلوقتي. اطفال بتخش الحضانه فده ممكن بيتاخد له سامبل في الاول وهو لسه في الحضانه، ممكن يجي لنا نتيجه ممكن بيرجعوا لنا على طول. وده ريسك ما ننساهوش، كنا زمان نفاجئ طفل بعد 6 7 شهور اكلوه فول جاله وبعدين نسال في الهيستوري داخل حضانه، فنراجع في الليست نلاقيه الطفل ده دخل حضانه الاول بجوندس مش عارفين له سببه، حطيناه فوت وخرجناه وروحناه بتاعه وكل ده ما دورناش على القصه. الاسفكسيا طبعا من الاسباب اللي هي الاستريس نفسه لكذا فاكتور فيه، السبسيز طبعا لانه بيشتغل على كذا اريا برضو، الاسيدوزس والالبوم الاقل من 3 عشان ده الالبوم هو اللي بيشيل البيلروبين، فبالتالي لما بيقل الدنيا بتبقى اصعب شويه. تمام دكتور سماء، وجانا حاجتين two sets of risk factors عشان بس ما نتلخبطش. احنا عندنا risk factors ان العيان ده هيدخل في severe hyperbilirubinemia، ونخلي بالنا من كلمة severe لان احنا مش كل hyperbilirubinemia بيتعالج، احنا وظيفتنا نعالج severe hyperbilirubinemia. احنا بنخاف من severe hyperbilirubinemia مش any degree من hyperbilirubinemia، والمانجمنت بتاعنا كله directed للsevere hyperbilirubinemia ك anticipation diagnosis prevention and treatment. فمين العيان اللي توقع ان هو يدخل في سيفير هايبربولمية؟ دول الريسك فاكتورز اللي كانوا في الاول. طيب العيانين اللي دخلوا في سيفير هايبربولمية هل هيدخلوا في نيوروتوكسيستي ولا لا؟ ايه الحاجات اللي تزود احتمال النيوروتوكسيستي؟ هي دي. وزي ما هنشوف دلوقتي مع الدكتور مصطفى لما يجي يتكلمنا على الكيرفات اللي هي الثريشولد اوف تريتمنتس، ان الحاجات دي بتفرق معانا، بتخلينا نغير تعاملنا مع العيان في التريتمنت. لازم نتعامل مع العيان اللي عنده ريسك اوف نيوروتوكسيسيتي، ده يخليني اتعامل معاه بشكل مور اجريسيف. لكن العيان اللي عنده ريسك اوف ديفلوبمنت اوف سيفير هايبربولمينيا، ده معناه ان انا محتاج اعمل له فولو اب اكتر. ده الفرق بين التو بوينتس. سكريننج، هاو تو سكرين فور بيبيز. احنا يعني زمان اتعودنا على قصه الفيجوال اسيسمنت اوف جوندس، ودي كانت القصه بتاعت الكريمر لاينز دي، بس احنا عايزين نقول لحضراتكم بس ان هي not accurate. ما ينفعش ان ابص على عين الجوندست واقول ان هو انا شايفه الليفل بتاعه كتير او قليل،
ما عادش ينفع نعتمد عليه، برغم ان في ستادز بتتعمل لسه في المناطق اللي هي low resources وبيقولوا ان انت ممكن تعتمد عليها برضو بدرجة ما. لكن يعني اعتقد ان احنا في مصر مع توفر اجهزة كتيرة قوي، مع توفر حاجات كتيرة قوي، ما ينفعش نعتمد على الفيجوال انسبكشن في الديسيجن. لكن ينفع نعتمد على الفيجوال انسبكشن ان انا اقول العين ده جوندست اور نوت، والكلام ده ايفيدنس بيست، يعني ان انا اقول ده جوندست محتاج اعمل له تيست، محتاج اعمل له تحليل، محتاج اعمل له ايا كانت الطريقه اللي انا هقيس بيها، ممكن. او العين ده لا، ده مش جوندست ده خالص بالعين، ده مش جوندست، او ده فيري فيري مايلد، ده اكسبتد بالعين. لكن اي حاجه مور ذان مايلد هايبربلوبينيميا بالعين شود بي الديسيجن فيها يعتمد على ديفيكلت ديفرنت سكريننج. اهم طريقه سكريننج في العيانين دول هي ترانسكوتينيوس بيلروبينومتري. تمام ولا ايه راي حضرتك؟ او يعني لما نقول كلمه سكريننج يعني احنا بنتكلم على ترانسكوتينيوس بيلروبينومتري بالاساس. مهم جدا جدا ان احنا نلقط العيان، وزي ما الدكتور اسامه قال العيان دلوقتي بيخرج بعد 6 ساعات، فاغلب الاحيان احنا مش هنعرف، هيروح بيتهم هيصفر شويه، خالته هتقول له كل العيال بتصفر، هيفضل قاعد لغايه ما يبطل يرضع، ولما يجي لنا يبقى اصفر بكرنكترس اللي هي الكارثه اللي احنا عايشينها كلنا، واحنا ده هيسبب ديلي ان تريتمنت واجان هيعمل كرنكترس. فمهم جدا ان احنا نعمل نون انفيزيف سكريننج فور جوندس، ومحمد لسه متكلم معانا على الكريمر كلاسيفيكيشن. لكن في حاجة برضو very simple اللي هي الاكترومتر. الاكترومتر دي عبارة عن مسطرة، والمسطرة الجديدة اللي هي البيلي رولر فيها جريدنج للأصفر، وانت فيها فتحة فتحات وانت بتدوس على المناخير بالمسطرة، فالحتة بتاعت الجلد بتبان من الفتحة المدورة دي هي، فبقدر اقارنها باللون الأصفر المشابه ليه، فبيقولوا ان هي فعلا it is relatively accurate. طبعا not as accurate as a measurement but it can be considered. كل واحد دكتور فينا ممكن يحطها في عيادته بدل ما يشتري حاجة بقد كده. ايه اللي خلى الناس تطور وتعمل الترانسكوتينيوس؟ ان هم قالوا ايه ده البيليروبين ديالو بيجمنت، وفي طريقة قيسوا بيها لانه it is a chromophore molecule زي ما حاجات تانية بتتقاس. الحاجة التانية ان بعد ما امريكا كانت هديت خالص على الصفرة، لقوا ان في resurgence للكاركترس، فابتدوا يحطوا فلوس في التكنولوجي عشان ادركوا اهمية ان احنا نعمل screening. فكرة الترانسكوتينيوس بيليروبينومتر ايه؟ ان انا بستعمل حاجة اسمها فوتو بروب، انا بطلع نور، والنور ده جزء منه بيبقى absorbed من الكروموفوب موليكيولز اللي احنا اتكلمنا عليها دي، والباقي بيبقى reflected ليا، اقدر انا القط اللي رجع لي، فاللي رجع لي هيبقى اللي راح من غير اللي امتص، فبالطريقة دي اقدر احسب الصفرة بتاعتي قد ايه. فit is an optical spectroscopy. الاماونت اوف لايت ابزوربد باي بيليروبين هو اللي هيرفلكت الكونسنتريشن بتاع البيليروبين ليفل اللي انا هطلعه. طب ما انا عندي بيجمنتس ثانيه ممكن تلخبطني، الميلانين، الهيموجلوبين كده، فدلوقتي بقى في نيور ديفايسز بتاكسكلود اللي ابزوربد من دول، فما يطلعليش الكونفاوندنج ايفكت بتاعه البيجمنتس الثانيه. انا هاكسبوز اللايت تو فارينج ويف لينكس، ويف لينكس للميلانين، ويف لينكس للبيليروبين، ويف لينكس الكذا، واللي هاخده بس هو اللي انا بعته ناقص بتاع البيليروبين عشان يبقى عندي قرايه شبه اكوريت. خلي بالك من نقطه ان مش ممكن ابدا ان ترانسكوتينيوس بيليروبين ميجرمنت هيبقى بالاكوريسي بتاع السيرم بيليروبين. ليه؟ لان في ترانسكوتينيوس انت بتقيس اللي في الاكسترا فاسكولار سبيس، البيليروبين انت بتاخد الدم وبتقيس الانترا فاسكولار على طول. ليه اتراكتيف؟ اتس ا بوينت اوف كير تيست، انا جيت لك استني في ثانيتها عرفت الليفل بتاعي، او عرفت اقلق او ما اقلقش على الاقل، ونان انفيزيف، وده مهم جدا، واحسن من الفيجوال اسسمنت، مش مهم نور ضلمه كده. اقيس منين؟ مفروض اني باخد 3 قرايات، كلنا عارفين الفورهيد والسترنم، لكن الانترستنج ان انت في البريماتشور بيبي لو قست في الانتراسكابولر ده بيبقى ان اكوريت ريدنج، فايتس انترستنج ثينج تو نو. دي انواع البيليروبينومترز اللي موجودين، ده الجوندس ميتر بتاع دريجر، ده البيلي تشيك بتاع فيليبس. البيلي تشيك مشكلته ان لازم تحط له ديسبوزبل تيب كل مره فبيبقى مكلف. البيلي كير ده جهاز جديد، شايفين الكليب اللي فيه دي بتتحط على
الإير لوب تبعت الإشعة، وبعدين بدل ما تستنى الريفلكشن الناحية التانية يعني المشبك كده زي البالس اوكسيمتر، الناحية دي بتبعت والناحية دي بتشوف ايه اللي فضل بعد ما شوية دول بقوا مأبزوربت، فإتس بيت ديفرنت عن الباقيين شوية. النقطة اللي مهمة جدا ان احنا دايما بنبقى خايفين يا اندر استيميت، انما الجوندس ميتر لقوا ان هو في الدارك سكين كيدز كان اوفر استيميت. فانت لما تلاقي نفسك قرب الليفل بتاع الانترفنشن يو هاف تو جو باك تو يور جولد ستاندرد اللي هو التوتال سيرم بيليروبين. خلي بالك في بعض البوبوليشنز ما بيبقاش ذات اكيوريت القرايه، وطبعا بالنسبه لنا it is not an easy point of care test to have because it is expensive in most of the time. دي افكار اخرى جديده دلوقتي، بقى في سمارت فون، السمارت فون بياخد الصوره بتاعه جلد البيبي جنب اللون الاصفر فيقدر يستيميت بسيرتن الوجاريثم نسبه الصفره دي ويديك قرايه. وفي حاجه جديده خالص اسمها الاجونيو، الاجونيو ده بروب في لايت دايود بيتحط على النيل بد ويقرا لك الريدنج بتاع البيليروبين اللي في الفاسكولار كابيلاريز اللي في النيل بد، وبيقولوا ان ات از ماتش مور اكوريت ايفن عن الترانسكوتينيس العادي. السؤالين المهمين، هل الترانسكوتينيس ينفع للبريتر؟ ينفع، بس ما تاخدش عليه قرار. يعني انت حطيته على البيبي بتقيسه قست مره توتال سيرم بيليروبين مش محتاج فوتو بتابع، اول لما لقيته اتغير هضطر اقيس تاني عشان ميك ذا ديسيجن، بس هيوفر دم ويوفر الم وكل حاجه. الحاجه الثانيه كانت بي يوزد افتر فوتوثيرابي اور نوت، لغايه النهارده ذا ايفيدنس از يو كانوت ميك ا ديسيجن اون ذا ريدنج حتى في الكفرت بارت. فانت ممكن برضو تتابع، لكن لو هتاخد قرار توقف ولا تكمل ولا كده لسه لغايه النهارده الميتا اناليسيس مطلعه ان it is not recommended for decision making. Thank you very much. Thank you. استخدموا لحد امتى يا دكتور ايمن؟ الترانسكوتينيس الترانسكوتينيس بالروبينيتلي يعني ممكن نستخدمه لحد كام؟ سنة كام؟ سنة دي 3 أسابيع 4 أسابيع 5 أسابيع between 2 to 3 weeks I think. أول لما السبكتينيس فات يزيد شوية والبيبي كلبس كده خلاص الأكريسي بتاعته مش perfect. تمام، دي نقطة مهمة جدا، هي فكرة إن احنا ما نستخدموش كتير. لغاية 15 القراية بتاعته بتبقى much more accurate. اول لما بنعلى عن 15 بيبتدي يبقى فيه فالسيز. لا ما هو ده you cannot again احنا اخر سلايد قلنا you cannot depend on the reading if the baby is under phototherapy حتى لو خدتها من covered area. It can be indicator but it cannot be a decision maker under any condition. أو even after discontinuation، يعني حتى بعد ما تطفي الفوتوثيرابي ما ينفعش تحطه غير قبل 24-48 ساعة. لكن هي نقطة الديوريشن امتى لحد امتى نستخدمه، لان ده سؤال دايما بنتسأله ان احنا ينفع نستخدمه مثلا عن 3 اسابيع عيان بفول اب عيان بريست ميلك جوندس ينفع استخدمه بعد 3 اسابيع. هو طبعا حضرتك قلت نقطة السبكتينيس فات دي نقطة، ونقطة تانية كمان كان في دسكشن مع دكتور مصطفى سابقا ان انت بعد 3 اسابيع عيان برلونج اكتر من 3 اسابيع يو هاف تو كونفيرم ان هو مش دايركت هايبربيلروبينيميا. دي نقطة مهمة جدا، ما ينفعش ان انت تعتمد على الترانسكوتينيس الون، لازم تعمل سيرم عشان تشوف معاه الدايركت بيليروبين. طيب هنبتدي نقيس سواء بالترانسكوتينيس او سواء بال، حضرتك فصلت لنا الدنيا مشكله اوكي يكون احسن برضو. شكرا. كم في المية من الاطفال بيصفروا بعد الولادة لو بنتكلم على الفول تيرم بيبيز؟ 20-30-40-60-70 بري تيرم 80%. طيب الريسك فاكتورز اللي اتقالت كلها بتساعدنا ان انت تفولو اب العيان مين اللي ممكن يصفر وبخلي عيني عليه. طب في حاجه انا ممكن اتوقع بيها الصفره او اقول ان العيان اللي انا مروحه النهارده ده اجيبه بكره ولا اجيبه بعد بكره ولا خليه يروح الروتين كير يجي بعد عده ايام؟ كلنا عارفين الرسمه دي، دايما فاول درس الصفرة. حد عارف ليه؟
بس ما حدش بيستخدمها كتير. طب حد بيستخدمها الفولو اب؟ ماشي، حد بيستخدمها يا جماعه؟ طيب كويس، في حد بيستخدمها. طيب ده النوموجرام اللي معمول علشان البريدكشن ويتش بيبي ويل جو تو هاي سيروم بيلروبين اور سيفير هايبر بيلروبينيميا. في الحقيقه هو اتعمل في امريكا واتعمل 99، وكان اتعمل في مكان واحد واتعمل على 2800 طفل. كل الاطفال اللي بيتعمل لهم ميتابوليك سكرين خدوا عينه من كعب، وهو بيعمل سكرين قاس الصفرة، عمل فولو اب ليهم، وبعدين تابع وقسمهم برسنتايلز على حسب السيفيريتي بتاع الجوندس في الاول، وتقسم لهاي ريسك زون لاكتر من 95 سنتايل، وبعدين انترميديت من 95 ل 40، وتحت ال 40 ده اسمه لو ريسك. الانترميديت نفسه تقسم لو هاي انترميديت ولو انترميديت ريسك زون. ماشي، الفيصل اللي في النص ده السنتايل 75. طيب لو ان الاطفال الهاي ريسك، ليه ان احنا هنتابع الكلام ده؟ الاطفال اللي وقعت في الهاي ريسك زون، تخيلوا حضراتكم 40% منهم في تشانس ان هو يجيله سيفير بالبروبلميا. الاطفال اللي في هاي انترميديت زون حوالي 13% كان جو تو بيبيز تو ذا ليفل اوف فوتوثيرابي. الرقم ده بيقل 2% لو احنا نزلنا على تحت 75 percentile اللي هو low intermediate. وبعد كده لو انا low risk zone 100% منهم غالبا ما بيحصلش فوتو. وان كان في studies بعد كده لقت ان بعض الاطفال دي ممكن يطلع منهم اطفال يحتاجوا intensive phototherapy، واحنا مش لاقيين risk factor. فده النوموجرام اللي احنا هنستعمله، وهتشوفوه حضراتكم هتلاقوه ما تروحوا بالريش تزور الدكتور ايمان، هتلاقوه متعلق في كل حتة، مش الاماكن كلها بتستعمله. وكل الاطفال سيمبلي انا بقيس وتابع العينه هنا اتعملت سيرم، ماشي. لكن الاطفال اللي هتقع في الهاي ريسك زون لازم اعيد له الصفره بتاعته، سواء بقى انا هعمله جوندس ميتر زي ما بيتعمل دلوقتي او بيتعمل سيرم بيليروبين بعد 4 ل 8 ساعات راف استيميشن كده. لو الاطفال في الهاي انترميديت زون اشتغل من 8 ل 12 ساعة، نزلت لللو انترميديت زون فانا بتكلم في 48 ساعة، وزن 48 ساعة اجين الرقم بيختلف. واللو ريسك زون هعمل له فولو اب من 3 ل 5 ايام. الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس قايله ان اي طفل ديسشارج بيفور ذا 3 داي شود بي فولود اب، وحاطين جدول مشهور جدا، لو خرج في اليوم الاولاني لازم يجي لك في اليوم الثاني، لو خرج في اليوم الثاني ممكن يجي لك في اليوم الرابع، وهكذا لو خرج في اليوم الثالث ممكن يجي لك بعد 48 ساعة. انا عارف ان زملاء كتير من حضراتكم بيحضروا ولادات وبيشتغلوا في اماكن برايفت او حتى في الاماكن الحكومة اللي احنا بنحضر فيها. بليز العيان اللي انت لازم تعرف الريسك فاكتور وتحوله لعيادة الاطفال لو ما عندكش عيادة نيوناتولوجي. نفس الجروب او البوتاني المين انفستيجيتور عمل ريسنت نوموجرام، وده 12 من سنه بالظبط 21، واتعمل ترانسكوتينيوس وثيرم. الميزه فيه ان هو هنا ابتدى من قبل 12 ساعه، هناك ابتدى من بعد 12 ساعه ان هو يفولو اب. الحاجه الثانيه ان هو اشتغل على 140 ضعف العدد، متخيلين رقم كبير جدا جدا حوالي 400,000، علشان هو اشتغل من 20 سنتر تقريبا، خد الولايه كلها ولايه يوتا، وده زود الاكريدابيليتي اوف ذا اكسبكتيشن اوف نوموجرام. وستيل هم قالوا دي ان دي اول خطوه سليم، بعد ما انا اتكلم على 3000 عيان انا بقيت اتكلم على 300,000 عيان. ماشي، اجينا التغيير طفيف جدا ما بين الريسك اوف زون، ما بين الهاي ريسك بالذات عليت شويه، لكن ستيل كريدبل. مفيش ستادز اتعملت على النوموجرام الجديد علشان هو جاست ريليزد من سنه. طب احنا نحلم ان احنا نبقى عندنا نوموجرام ترانسكوتينيوس؟ في الحقيقه كل بلد عملت لنفسها نوموجرام، يعني الصينيين عملوا لنفسهم، التايوانيين عملوا لنفسهم، كل بلد بقت تعمل لنفسها علشان البوبوليشن، وده كان متاخد على النوموجرام الاولاني. كل بوبوليشن لها اس ان تي ولها لون جلد ولها ريسك فاكتور مختلف. انا جيت فاتعمل ترانسكوتينيوس جوندس ميتر نوموجرام، ان انا هقيس بترانسكوتينيوس، مفيش داعي اخد عينه من كعب البيبي، وهقيس في الساعات اللي تحت ده عدد الساعات كام، وده السيرم ليفل، وبعدين هقسمهم. وهنا قسمها الهاي ريسك اللي هي الريد زون، هي في الواقع دي اعتقد جرين زون، لا دي يلو دي جرين، ما هي الالوان مختلفه، دي جرين زون. وعلى هذا الاساس انا اقول مين اللي هيتوقع
الطفل لو طلع عندي، انا جايب هنا ده في كندا جامعه كالجاري، وده سبيسيفيك ليهم الحقيقه، لكن لقيته فيري يوسفول بالنسبه لنا. انا عارف ان كتير من الزملاء وكتير من المستشفيات الخاصه عندها جوندس ميتر دلوقتي. انت مش تخسر حاجه ان العيان بتاعك قبل ما يخرج، وده بيتعمل في الروتين، اعمل له جوندس ميتر. لو عندك ورقه زي دي هتحطه في الزون بتاعته، وانت هتقول له تعال لي بكره ولا تعال لي بعد بكره ولا تعالى بعد 3 ايام. لو العيان بتاعك داخل في الريد زون، انت هتعمل له سيرم بيليروبين دلوقتي. ماشي؟ دكتورة ايمان قالت نو ديسيجنز اون جوندس ميتر. فانا طلع العيان في الريد زون هروح واخد له عينه، طلع في اليلو زون يجي بعد 48 ساعه ايفالويت ترانسكوتينيا جوندس ميتر زائد او ناقص سيرم بيليروبين. لو في اليلو زون جاست فول اب. وهم عاملين كيرفين برضه فوق 35، لكن بنتكلم على فول تيرم اكتر من 37 ومن 35 ل 36 بلس. طيب الكيرفات دي كلها بتعتمد على اجين. انا عايز اقول نقطه مهمه جدا، ان النوموجرام نوت تيكن فور ستارتنج تريتمنت، هو جايدنج يو ويتش بيبي ات ريسك ان هو يروح للسيفير هايبرمينج. يعني انا ما بحطوش لفوتو ثيرابي علشان الاقيه كده، انا ببتدي اخد بالي هو محتاج ولا لا. اتفضل يا دكتور محمد. يبقى السؤال على النقطه الثانيه، طب ايه الكيرفات اللي هنعتمد عليها في التريتمنت؟ جميل. الزملاء العواجيز اللي زي اشتغلوا على جدول قديم قوي، وكان في حاجه اسمها فيجنتيفوبيا. انا فاكر وانا نايب عملت اكستشينج ترانسفيوجن الولد 20، وبعدين اكتشفنا ان الكلام ده كله مش حقيقي، وطلعت استادس كتير تستعمل البيروبين كيرفز. اشهر كيرفات اللي احنا بنستعملها في مصر الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس. الامريكان اكاديمي معموله 2004، من زمان قوي، ورغم ان هم عملوا ابديت للجايد لاينز 2009 و2011 لكن ما غيروش الكيرفات. الكيرفات نفسها مش كومنلي يوزد في المستشفيات. انا هجيب لكم اللي احنا بنستعمله، لكن هنراجع الاوريجينال. الاوريجينال قسمته على الريسك زون اللي قالها الدكتور اسامه والدكتوره ايمان، البيبي ده فول تيرم ولا فري تيرم. احنا كل ده بنتكلم على فوق ال 35 اسبوع. هل هو كمل 37 اسبوع الاف؟ عنده ريسك فاكتور من اللي عددناها قبل كده، نيملي هيموليتيك هايبوالبومينيميا اسفيكسيا اسيدوزيس، كل الحاجات دي ريسك فاكتور. وقسموا الاطفال ان هو ممكن يكون لو ريسك، يعني ما عندوش ريسك خالص، اللي هو طفل فوق 38 اسبوع وما عندوش اي ريسك فاكتور، او في طفل انترميديت زون وده الكيرف بتاعه الاخضر هو الهاي ريسك لو ريسك، انا اسف، الانترميديت ريسك او الميديم ريسك، ان الطفل ده فول تيرم معدي 38 اسبوع وعنده ريسك فاكتور من اللي احنا بنقول عليه، او ان العيان ده ما عندوش ريسك فاكتور بس من 35 اسبوع ل 36 اسبوع بلس 6 دايز. وللاسف نسبه كبيره من عيانينا دلوقتي بيقعوا في الزون دي، عشان ما اعرفش دكاتره النساء ليه، 10 ايام في السابع 10 ايام في التاسع واتولد، فانت مش عارف هو 37 ولا لا. ماشي. وبعدين الهاي ريسك اللي هو الطفل اللي اقل من 38 اسبوع 37 6 ايام ومعاه ريسك فاكتور اللي قلنا عليه. بيزد على كده ممكن اعمل اكستشينج، ده كيرف للفوتوثيرابي واتيفر الرقم، وده كيرف تاني جراف للاكستشينج ترانسفيوجن. يبقى انا اول سؤال اما العيان يجي لي اعرف الجستيشنال ايج واعرف عمره بالساعات. بعد اذنكم الاهل بيجوا فتقول له هو عنده كام يوم، يقول لك عنده يومين، وبعدين هو تلاقيه مولود امبارح الساعه 11 بالليل وحضرتك بتشوفه 11 الصبح، هو بيقلب وخلاص. فانت بليز في الهيستوري بتاع الجوندس يو شود اسك اتولد يوم ايه الساعه كام، علشان احنا نحسبها بالساعه. يبقى انا دلوقتي خدت الايدج بتاعه، وبعدين خدت الجستيشنال ايدج، وبعدين ادور على الريسك فاكتور اللي هي بالهيستوري، وبعدين اختاره لو ريسك هاي ريسك. طب لو انا ما عرفتش اخد بالاعلى، يعني احطه انترميديت وات فول تيرم وانا مش عارف عنده ريسك فاكتور ولا لا، احطه انترميديت ما احطوش لو، وهكذا. الكنديين عملوا موديفيكيشن نفس الكيرف تقريبا، بس حطوهم في كيرف واحد. فانت ممكن تستعمل اللي تحت ده للفوتوثيرابي. لو انا بتكلم لو انا بتكلم على الهاي ريسك هقول ان ده الهاي ريسك الليفل بتاع الاكستشينج ترانسفيوجن، وده الهاي ريسك بتاع الفوتوثيرابي، وهكذا اعمل له انتربريتيشن. الدوت ده بتاع اللو ريسك وده اللو ريسك،
نفس الكيرف حاطط فيه الاثنين اوفرلاب مع بعض، وده قريب جدا من اللي احنا بنستعمله في مصر. حد بيستعمل الكيرف ده؟ كلنا بنستعمله. حد عارف مين اللي عامله؟ ايه؟ في حد بيقول مستشفى الناشونال جراف. دكتور علاء الدمرداش ربنا يديله الصحة، هو كونسلتنت مصري امريكاني في نيفادا دلوقتي، في الفترة اللي هي طلعت فيها الريليز للجايد لاينز الامريكان جايد لاينز هو عمله في امريكا، عمله في السعودية. ماشي، صحيح مش بابليشد لكن هو وايدلي يوزد في مصر. واي ثينك يعني انا يعني الحمد لله انا بالصدفه كنت في نفس المكان اللي شغال فيه في نفس الوقت، ويمكن انا جبت الاطفال التخصصي النسخه لسه موجوده معانا جايد لاين. فهو قسمهم عمل اوفرلاب وقال ان احنا هناخد الاطفال، وهو عمل حاجه ظريفه جدا ان هو عمل الساعات هنا 3 ساعات، هو كان عمل نسخه فيها 6 ساعات لكن انت عندك 3 ساعات، فحينما ترجع للامريكاني نفسه تحس ان هو اصعب شويه، انت بتتكلم في 12 ساعه، فالكالكوليشن بتاع الساعات هنا اسهل. وبعدين زود لك حاجه ان هو يعني كونسيدر ان انت تدخل العيان ده او كونسيدر ان انت ريبيت، يعني لو في امكانيه ان انت تدخل العيان ده الاهل ويل ادوكيتد، انت فاهم ان هم هيجوا لك عندك اكسس ليهم بسهوله، ممكن تروحه وتجيبه بكره. لو انت الحاجات دي مش موجوده وفي خطر عليه، لا الولد ده شود بي ادميتد وكونسيدر فوتوثيرابي. وهو مقسم هنا انتنسيف فوتوثيرابي اللي هو الفوتوثيرابي هناك ونفس العيان الاكستشينج. لو قلنا ده هو عمل منه 3 كيرفات، كيرف اللو ريسك وكيرف الميديوم ريسك وكيرف الهاي ريسك، والكرايتيريا اللي احنا اتفقنا عليها في الاول محطوطه هنا. اتفضلي يا فندم، في اسئله؟ طيب المشكله ان الكيرفات دي موجوده لعند كام؟ 35 اسبوع عند اباف. فالامريكان اكاديمي طلعت جدول تاني على الجستيشنال ايج، اي ليفل استعمله في الجستيشنال ايج ادخل العيان على فوتوثيرابي، واي ليفل اعمل له اكستشينج ترانسفيوجن. ولو تلاحظوا هنا اقل من 28 اسبوع يبتدي فوتوثيرابي عند ليفل 5 ل 6، 11 ل 12 وهكذا، كل ما الجستيشنال ايج بيزيد الليفلز ده بيزيد. وده متاخد دايما بالاحوط، يعني دايما تحط على السيك بيبي، الارقام دي تعمل على السيك بيبي مش الهيلث بيبي للامام. يبقى احنا هنا الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس عامله كيرف 35 اسبوع، وده موصلي بنستعمله. بعض الوحدات في مصر، وده طبعا في بليميتر، ده في ابلكيشن ممكن تستعمله، بتدخل نفس الكريتيريا اللي احنا قلناها، بيطلع لك الواد ده لو ريسك ميديوم ريسك هاي ريسك، وتدخل سيرم بيروبين فيقول لك هنعمل اكشن عليه. تاني جرافس مشهوره جدا في العالم النايس جايد لاينز اللي هو ناشونال انستيتوت تشايلد، دي انجلش جايد لاينز او بريطانيا، وهم عاملين كيرفات للجستيشنال ايج بدايه من 23 اسبوع لحد اكتر من 38 اسبوع. ماشي، وكل كيرف هو حاطط فيه ليفل، ليفل للفوتوثيرابي وليفل للاكستشينج. اجين انا برسم هنا العمر بالساعات والسيرم بيروفين، احنا هنا بالملي مول، الملي مول علشان تحوله الملي جرام بتقسم على كام؟ 17. تمام، كل بلد بقى ده بيلي ابس نفس الحكايه معمول على النايس جايد لاينز. بلاد كتيره ابتدت تعمل لنفسها جايد لاينز، اجين بنختلف الاسنتي والريسك فاكتور و و و و. فالاوروبيان عملوا، الايطاليان نفسهم عملوا جايد لاينز بالشكل ده، وده الجستيشنال ايج يعني العمر الرحمي كام، من اول 30 هنا ازرق، وبعدين 31 32 32 31 من 32 وهكذا لحد ما نكتر للفول تيرم بيبيز اللي هو اللون ده. وحمل كيرف نقيس بالساعه، نقيس كم ملي جرام، نحط على حسب العمر الرحمي بتاع البيبي، وعلى هذا الاساس نقول العيان ده محتاج فوتوثيرابي ولا لا. نفس الحكايه كيرف مماثل للاكستشينج ترانسفيوجن، وعاملين كيرف مخصوص هم للهيموليتيك البعبع بتاعنا زي ما الدكتور ايمان وزي ما الاستادي الدكتور اسامه وراها لنا، ان الريسك دايما بتاع السي ان اس انجري بتبقى اكتر في الهيموليتيك حتى لو الليفلز اعلى في النون هيموليتيك. فعاملين كيرف الاكستشينج والفوتوثيرابي للهيموليتيك هايبربيلروبينيميا او الهيموليتيك جوندس. احنا هنتكلم في الاخر على الفينوبار، والله هيقول كل حاجه، ده دي المنطقه الشائكه، خليناها في الاخر عشان والأجار أجار. طيب طبعا في الإيجيبشن جايد لاينز الناشونال جايد لاينز النيوناتولوجي، يمكن الجايد لاينز بتاع الصفرة من أول واحد تعملت، وتعملت على بيزد على الأمريكان أكاديمي. هو الإيجيبشن جايد لاينز دي فعلا لما تعملت دكتور أيمن كانت هي الهيد أوف كوميتي في الإيجيبشن جايد لاينز ديفلوبمنت، يعني المجموعة
قررت انها تختار من مجموعه جايد لاينز مختلفه، والامريكان اكاديمي كيرف كان هو الواقع عليه الاختيار، وكان يعني هو اللي استخدم وهو اكتر حاجه مستخدمه، ومين اللي كانت الجايد لاينز معموله اللي فوق 35 اسبوع بيبي. طيب دكتور مصطفى عرض لنا كيرفات كتير وحاجات كتيره كده، اتمنى بس حضراتكم ما تكونوش اتلخبطتوا، بس انا عندي سؤال. الدوموجرام نوت فور تريتمنت، يس افتكروا لو سمحتوا. بس انا عندي سؤال يا باشا، تفرق هستخدم انهي كيرف؟ جميل. السؤال ده في كل حاجه مش في الكيرفات، في الحقيقه ما ينفعش ابقى انا شغال في نفس المستشفى وانا استعمل الامريكان ومحمد زميلي في المستشفى يستعمل النايس جايد لاينز. ويتش كيرف هتستعمله؟ كل كيرف فيه كل جايد لاينز عليها دايما دفو صغير او علامه استفهام، جستيشنال ايج، ويت، واتيفر الاسنتي بتاعته مناسبه للاسنتي بتاعته، واتيفر. استعمل اي واحد بس استعمله واثبته لينا كلنا، مش كل واحد يمشي بدماغه ويطلع الجدول اللي في جيبه او يطلع الاب بتاعه اللي مخليه على الموبايل. دي نقطه مهمه جدا، بير انستيتيوت كل مكان يثبت له جايد لاين، يثبت له كيرف يمشي عليه. طب مثلا يعني على الاقل في على الجايد لاينز بتاع تحيا مصر بتاع الصفرة تستعملوها. طب هو سؤال تاني، هل فيهم حد احسن من التاني؟ يعني هي دي نقطه مهمه قوي. انا عايز بس اقول لحضراتكم على حاجه، ان الانترفنشن ثريشولدز اللي احنا متفقين اللي اتحط عليها الكيرفات دي most of the time it is not based on high quality evidence. يعني ما فيش حد عمل استدي وما حدش يجرؤ يعمل استدي يقول والله انا هسيب العيال على صفرة 20 وعيال مجموعه ومجموعه تانية هخليها على 25 واشوف مين فيهم هيدخل في كلينيك كلاس ومين لا. محدش يجرؤ يعمل حاجه زي دي ethically. فاغلب الارقام دي كلها is a consensus expert opinion based، معتمده صحيح على physiological data، مش معتمده على تخيل، يعني معتمده على physiological data وcalculations. وعشان كده لو حطيتوا كيرفات جنب بعض بالذات فوق ال 35 اسبوع هتلاقيهم كلهم قريبين جدا من بعض. فالاجابه اللي الدكتور مصطفى قالنا عليها، whatever اللي انت هتستخدمه في المكان اللي انت فيه استخدم حاجه واحده. فوق ال 35 اسبوع اكتر حاجه مستخدمه في مصر هي الامريكان اكاديمي كيرفز اللي ادوبتد في الايجيبشن جايد لاينز. فور بري تيرمز اقل من 35 اسبوع ثبت طريقه وامشي بيها، هتمشي على جدول الامريكان اكاديمي اتس اوكي، هتمشي على النايس جايد لاينز، هتمشي على الايطاليان جايد لاينز، بس نبقى كلنا اليونت كلها شغاله بنفس الطريقه بنفس الايه القصه. سوري يس دكتور جاي يا فندم جاي، وفي سؤال هنا هنجاوب لحضرتك، هيجي لحضرتك. هيتناقش النقطه دي حضرتك، الاسئله خليها هنخلص يعني لو في حاجه ما تغطيتش ان شاء الله هنناقشها في الاسئله. في برضو سؤال هنا من الدكتور هنغطيه ان شاء الله. طيب ممكن نكتب نكتب ونديها لدكتور محسن عشان ما ننساش. دكتور محسن. طيب دكتور ايمن بقى فقره السحر دلوقتي، من الاسئله الامريكان اكاديمي كيرفز اللي ادوبتد في الايجيبشن جايد لاينز بتتكلم فوق 35 اسبوع، بس الاستدي حتى الاولى النوموجرام الاولاني كان واخد الاطفال كلهم فوق 2 كيلو ونص. طب تحت 2 كيلو ونص يعني عندنا بيبي 36 اسبوع بس وزنه اقل من 2 كيلو ونص، نتعامل معاه بمنطق البري تيرمز ولا اللو بيرث ويت بيبي لان في جداول او في كيرفات كانت معموله بالوزن، ولا نتعامل معاه بالكيرف العادي؟ السؤال ده مهم، لان لو حد فاكر المانيول اللي قبل كده كان فيه الفوتوثيرابي اللي اقل من 1000 جرام واللي من 1250 وهكذا. الكلام ده خلاص اتغير، اتس نوت ايفيدنس بيست. ذا برين اند ذا بلاد برين بارير ار ا فانكشن اوف ماتوريتي and the maturity is related to gestational age. فاحنا اللي بنعمله انه او يعني الريكومندد ان انت بتمشي على الجداول اللي باي gestational age. افرض ان انت عندك بيبي زي ما محمد قال 36 اسبوع بس very small for weight، وزنه 1800 جرام، عشان تبقى اكسترا سيف خد الكيرف الاوطى. يعني اذا هو الثريشولد بتاعه في العادي لو هو 35 اسبوع و3 كيلو هيبقى عند 18،
ما في الخط اللي تحتيه اللي هو بتاع السك هيبقى عند 15. فا if you are in doubt take the lower line. بس القرار بيبقى according to gestation age. Yes. يعني هي الفكرة الدكتورة إيمان بتقولها عشان بس تبقى واضحة. لو هو العين ده 36 أسبوع without risk factors هيبقى by convention ده medium risk. You are allowed إن أنت تعامله كأنه high risk. هل ده واحد من الهاي ريسك جروبس او يعني من الريسك فاكتورز الموجوده في الجايد لاينز؟ لا هي مش موجوده صحيح، لكن الاوبينيون ده از بايولوجيكالي بلوزابل جدا جدا. حضرتك بتقول لنا ان الماتيوريتي اوف ذا بلاد برين بارير از ا فانكشن اوف ايج جيستيشنال ايج، بس ما هو برده لو البيبي ده لو بيرث ويت ما هو برده اكيد اتاثر يعني. ف عشان كده احنا بنقول هتاخد الكيرف اللي اوطى منه عشان ده السيفر. يس. طب لو بريترم وكمان لو بيرث ويت عن يعني اس جي اي بيبي وهو بريترم، هتمشي على الجدول بتاع البريترم اللي زي اللي موجود في الايطاليان جايد لاين، وهتاخد الخط بتاع الجستيشنال ايج الاوطى درجه تو بي سيفر. Most of the gestational age. And I think that this is actually worth a study. يعني احنا we this is a very good idea for research I think. اوكي. التوتال اند دايركت بيلروبين ده دايما سؤال مستمر. لو عندنا العيان بقى الدايركت بيلروبين بتاعه بدا يعلى، احنا زمان كنا بنقول طالما الدايركت بيلروبين عالي يعني زاد عن ال 25% يبقى 20% يبقى كده بقى دايركت، لازم نطفي الفوتو عشان البرونز بيبي سيندروم. ايه راي حضرتك؟ الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس ردت على الموضوع ده بوضوح شديد. يو ار جوينج تو هاندل the bilirubin in the first few days as a total bilirubin and you are not going to subtract the conjugated fraction. إلا في حالة واحدة بس، لو في frank evidence إن في cholestasis اللي هو the conjugated fraction بتاعي أعلى من 50%. بس ده مش في كل الأحوال، لأن ساعات ممكن the conjugated fraction يعلى in a hemolytic baby. So if the baby is hemolytic you are not going to subtract. If the baby is not hemolytic and the conjugated fraction is more than 50%, you can have a cause. Yes. دكتورة كانت بتسأل على الهيموجلوبين دروب، بس احنا عندنا نقطة تانية غير الهيموجلوبين دروب، rate of rise of bilirubin. هل تفرق معنا في الديسيجن؟ في نقطة مهمة جدا، ازاي البيليروبين becomes toxic to the brain. Toxicity to the brain is a function of several things. أول حاجة البيليروبين لود نفسه، يعني 25 as opposed to 5. طبعا ده حاجة. لكن النقطة التانية المهمة هي rapidity of rising. ليه؟ لأن أنا لو أنا كنت 5 وبقيت 25 في ساعتين for sure مش هيبقى عندي قلب من binding sites تكفي الكمية اللي اتدلقت في السيركيليشن مرة واحدة، فبالتالي الفري فراكشن اللي هو بيعدي البلاد برين بارير هيبقى مور. الحاجة التالتة هي duration of exposure. فطبعا الrate of rise لو بيعلى اكتر، انا مش فاكرة الرقم بتاعي، في studies كانت بتقول 0.5 والناس كانت بتقول حتى even 0.25. لو ال persistent rise بالسرعة دي definitely it is a worrying sign ان انت تتحرك بسرعه وتدور على سبب للهيموليسيس. طب نغير عليها القرار، يعني لو العيان ده على فوتوثيرابي اجري اعمل له اكستشينج ولا لا؟ ما هو المفروض ان انت لو انت حطيت العيان على effective فوتوثيرابي within 4 to 6 hours لازم على الاقل البيليروبين بتاعك يكون اتحرك من 2 ل 4 ملي جرام لتحت. الفانكشن بتاع ده بتاع ايه؟ الإفكتيفنس بتاع الفوتوثيرابي اللي انت حطه، والمهم البيليروبين دايناميك نفسه. فلو انت حطت فوتو هايل بينزل 6 لكن البيبي بيكسر وبيطلع 12 هتلاقي ان الصفرة برضو بتعلى. فإف there is no drop أو ريسبونس على intensive فوتوثيرابي بس متقاسة مظبوط وانت قريب من threshold it is an indication for exchange. أوكي. وطبعا لو في signs of bilirubin encephalopathy لو في ساين اوف بيليروبين انكيفالوباثي بنقول ان ده it is an emergency والبيبي ده مش مفروض يقعد في الطوارئ. يعني احنا في ابو ريش مشكلتنا ان داخل لنا 500 عيان والدكتور في بيبي اصفر قاعد في الركنه، لازم ما يستناش البيبي الاصفر ده دوره، لازم يقوم يبص عليه. لو في ساينز اوف بيليروبين انكيفالوباثي البيبي ده ينط على الادوار ويطلع فوق والفوتوثيرابي يتفتح الانتنسيف
وياخدوا العينات وهو تحته ويبعتوا الدم وهو تحته، لان this is a ticking clock. البرين ده هيبوظ في شوية قليلين. ايه هو البين سكور؟ هي سكور اتعمل علشان اساس اذا كان في بيليروبين انكيفالوباثي او لا، بطريقه اوبجكتيف كلنا نقدر نعملها باساس ثلاث حاجات: المنتل ستيتس والماسل تون والكراي. كل واحده من الثلاث حاجات بدي فيها سكور يا واحد يا اثنين يا ثلاثه. السكور من 7-9 معناها سيفير انكيفالوباثي، من اعلى من 4-6 مودريت انكيفالوباثي، واقل من 3 ده مايلد انكيفالوباثي. ودلوقتي بقى في حاجه اسمها البايند ام سكور، محطوط فيه كمان الاوكولر موفمنتس. الغريب في البايند سكور اللي لسه يعني مش عارفه ليه مش موجود، ان الاوديتري مش موجود كبارت منه. مفروض ان لو انا عملت الباين سكور واخد سكور 2 بس عملت اي بي ار وطلع افكتد، انت بقيت مودريت تو سيفير انكيفالوباثي اوريدي، اند ذس از ان انديكيشن تو اكستشينج. ممكن عشان الاوديتوري ده بيحصل ليتر شويه. لا، ساعات بيبقى حسب برضو الرابيديتي اوف ذا لود اند كده، ات كان هابن ايرليير، مش شرط متاخر. اوكي، اخر سؤال في فقره الاسئله السريعه دي: الالبومين بالروبل ريشيو والفري بيليروبين. احنا طول الوقت بنعتمد على البيليروبين التوتال. انا ممكن اخلي الدكتوره داليا تيجي تقف جنبي عشان انا عملت بيبر والدكتوره داليا عملت بيبر والاثنين طلعوا عكس بعض. احنا اصحاب وحبايب، لكن يعني الامريكان اكاديمي كانت بتقول ان زي ما مصطفى قال لنا، الالبومين هو التاكسي اللي بيشيل البيليروبين. طول ما الانكونجوجيتد بيليروبين راكب على الالبومين ما يقدرش يعدي، it stops being lipophilic so it cannot cross the blood brain barrier. لما بيحصل overwhelming للالبومين binding sites بيتبقى شويه اللي هم فري بيليروبين اللي هو injurious. الفري بيليروبين ده في اليابان عندهم اجهزه بتقدر تقيسه، الاجهزه دي بيخش لها كونفاوندنج فاكتورز ومش موجوده افيلبل اون ذا ماركت، وفي اماكن تانية بتحاول تعمل ببروبس بيروكسايد بروبس ومش عارفه ايه عشان تعرف تلقط الفري بيليروبين، اتس نوت افيلبل. فقالوا انه لو انا عملت القلب بيليروبين البومين ريشيو اقدر يبقى ده ريفلكشن او سرجت يقول لي قد ايه الريسك بتاع النيوروتوكسيسيتي اكتر من التوتال سيرم بيليروبين لوحده. فقالوا لو انت عندك البيليروبين البومين ريشيو اكتر من 8 اي ثينك النمبر، يبقى يبقى في ايميديت ريسك ان يحصل برين دامج. في الاستادي بتاعتنا احنا لقينا ان التوتال سيرم بيليروبين لما بيعلى عن كات اوف معين بيبقى از ريفلكتيف ان انت محتاج تعمل exchange. في الستادي بتاع الداليا لقوا ان هو مور سنسيتيف للنيوروتوكسيسيتي عن التوتال سيرم بيليروبين. طب انا اعمل ايه وانا بشتغل؟ لو انا عندي بيبي بريماتشور بالذات مهم قوي تاخد الالبومين بتاعه. لو البيليروبين بتاعك at the threshold of exchange، حتى لو البيليروبين البومين مش معدي غير. لكن النقطه المهمه اللي هيفيدك فيها، لو البيليروبين بتاعك مش at the level of exchange لكن البيليروبين البومين بتاعك عالي، اكسشينج. فاهمين قصدي ايه؟ علشان البيبي ده از ات ريسك. طب ما واحد هيقول طب ما اديله البومين، انت ممكن عبال ما تديله البومين يكون اوريدي حصل برين دامج، بالذات لو هو ا فيري بريماتور بيبي. از ات كلير؟ ثانك يو فيري ماتش. انا بصراحة رأيي، واحنا دربنا النواب عندنا في القصر العيني، اي بيبي صفرة محتاج ادميشن تعمل له باين سكور اون ادميشن، عشان دي لمبة هتنور لك تتحرك بسرعة ازاي ايا كان. بالظبط كده، بالظبط. وهي الفكرة ان هو لازم يتعمل سيكوينشيال، يعني هو بتتابع بيه العيان بتاعك تشوف هل حصل تشينج ولا ما حصلش تشينج. تمام، عندنا مجموعة من العيانين بقى، قصة تانية خالص، نبعد شوية عن قصة النيوروتوكسيسيتي والحكاية دي. في مجموعة تانية من العيانين اللي بيبقوا برولونجد، والبرولونجد جوندس دول ليهم لستة أسباب وليهم تعامل معين، لأن فيهم كده كاتيجور معين بريسكس مختلفة، وبيدخل من ضمنهم العيانين اللي هيبقى عندهم دايركت هايبربيلروبينيميا اللي احنا اتكلمنا عنها، والدكتورة إيمان اتكلمت على إن في عيانين عندهم سيفير هيموليسيز فالهايبر البيلروبينيميا بتاعتهم تبقى دايركت. دكتور سامح هيكلمنا عن الجزء ده
حضرتك تكلمنا عن اسباب البرولونج جوندس وايه اللي بيعملها، ايه اللي بيحصل فيها، نتعامل معاها ازاي، هاو تو انفستيجيت، هاو تو مانج. اوكي، طبعا بنعدي المرحله الاولانيه بتاعت قلق الناس وقلقنا احنا كمان على المريض بتاعنا، وبتدي الدنيا تهدى شويه وخلاص احنا عدينا اسبوع وخلاص الارقام كويسه وخلاص دخلنا الحضانه وخرجنا او ما دخلناش الحضانه والارقام بقت كويسه، وبعد كده يبقى يرجع لك يقول لك هو لسه اصفر. خلاص احنا عدينا المرحله، هو لا احتاج حضانه او احتاج حضانه وخرج، ولا محتاج اكسشينج، ولا في علاج طبعا ايفيدنس بيز زي ما انا هتكلم، فيعني خلاص سيبه ما فيش مشكله فيه. وده ستروف في معظم الاطفال، يعني ان هو بيطول شويه، احنا بنلاحظ حتى في السيولوجيكال دلوقتي بيطول يعني اوكي، وحتى لو هو فول تيرم يعني. لكن هي بتختلف شويه لو انا عندي الاسباب، لو انا عندي الانكونجوجيتد ممكن يطول طبعا، بريست فيدنج او بريست ميلك بيطول، بريست فيدنج زي ما قلنا بيطول على ما نكتشف ونوزن مره واثنين وندي ارتفيشال ويمشي عليه الكلام ده، او الام تتحسن anyway بريست فيدنج بيطول، والبريست ميلك ممكن يطول برضه، فده من اسباب برولونجت. وطالما استبعدت ان هو مش دايركت، يعني هو اندايركت هايبر بيليروبينيميا وما هوش هيموليتك، فخلاص هسيبه مش هعمل فيه حاجه، وده اطمنت له. الناس الهيموليتك الجروب اللي هم الار اتش او الاي بي او كومباتيبيليتي او جي 6 بي دي، اللي احنا برضو جي 6 بي دي دلوقتي هنكتشفها لو الطفل دخل الحضانه في السكريننج هيطلع، لكن لو ما عملناش سكريننج وعدينا عليها مش هنكتشفه، هيجي لنا بعد كده واكل فول وجاي ينقل دم، فده برضو بنحطها في باك اوف اور مايند. كونجنتال هايبوثايرويديزم طبعا السكريننج شغال بقاله فتره طويله، كومبالسوري يعني في كل الاطفال بيتعمل دلوقتي على مستوى الجمهوريه، اعتقد دلوقتي بقى لنا يمكن 12 14 سنه بيتعمل، فبدا يبقى في سكريننج ليها، حتى التست نفسه يعني في بعض فلسز، لكن الحقيقه فرق كتير جدا في اكتشاف الحالات والسندرومز اللي هي ممكن تبقى انكومج. ده بالنسبه للانكونجوجيتد اللي بيطول. الكونجوجيتد طبعا اللي بيطول او الكوليستاتيك جوندس ده نيفر ان هو يبقى فيسيولوجيكال، طالما كونجوجيتد واكتر من نسبه المتفق عليها 20% يبقى هنقول لا خلاص ده مش فيسيولوجيكال خالص، فالمجموعه دي فيها او لا، المجموعه دي توتالي لازم ننفستيجيت ونمشي وراها. ازاي ناسس الريد فلاجز بتاعتنا؟ اولا بنشوف الاستول واليورين كلر، الحاجات المهمه قوي نسال عليها. الناس بتقلق فعلا من لون الستول جدا، بس الغريب انه ممكن يقلق من لون الاخضر اكتر ما يقلق من لون الابيض، فبيبقى لون الاخضر ده عامل مشكله في العيل على طول، يبقى عنده برد ويعني. فالحته بتاعه الكالر بتاع اليورين والستول، واليورين الحقيقه انديكيشن كويس جدا ولازم نسال عليه من الحاجات اول نسال على اليورين دايما، لان اليورين ده انديكيشن حاجه كتير قوي، اول الهيدريشن الفيدنج، يمكن اهم من الستول، هو بيقول لك ما بيعملش ستول عشان ما بيشبعش، مش شرط، لكن لو ما عملش يورين يبقى ده اكيد عنده نقص، يا اما ما بيشبعش يا اما اوفر هيتد. ودلوقتي كلنا هنرجع بعد المؤتمر الجميل ده ونرجع بيوتنا نلاقي الناس اللي هي مقفله على العيال، اللي هي العيال بيجي لها سخونيه زياده من الاوفر رابنج والاوفر هيتنج وبيجي لهم ديهيدريشن فيه، وبنلاقي اليورين بتاعهم يا قليل يا اما في البينك او الاورنج كلر اللي الناس بتقول لك البيبي بيعمل دم في اليورين. حضراتكم كلكم عارفين طبعا، اكيد كلكم نيوتولوجيست او بيديتريشن، فعارفين ان ده كلر هو مجرد كريستلز او كونسنتريتد يورين، وده طبعا بينفول على فكره، وتلاقي الاطفال بيصرخوا وبيترجع مثلا ان هم يبقى جعان عنده مغص، فيدي له لبن خارجي او يدي له لبن خارجي لو ان ادكويت ممكن يفيد، بس طبعا لازم نتاكد قبل ما نعملها. فالستول الكلر طبعا الستول لو هو وايت ستول هيبقى ماشي في سكه الاوبستراكتيف شويه، بالور خلاص ده طبعا مجموعة الانكونجوجيتد، وده يبقى فيه مشكلة هيموليسيس بور فيدينج او دراوزنس، الطفل بينام كتير زيادة عن اللزوم، ساعات نطمن نايم يبقى مش جعان، لا طبعا ممكن يبقى نايم وفي مشكلة بور ويت جين، ولازم نوزن نفس الميزان نفس الهدوم بحيث ان احنا نشوف الفرق ونبقى عارفين طبعا في السيولوجيكال ويت لوس اللي بيحصل في الاول كلنا عارفينه. هيباسبينوميجالي وسبينوميجالي دخلنا بقى في المنطقه الغامقه اللي هي فيها مشكله، فيها كارثه يعني، فيها ممكن تورش او واتيفر، واي ديسمورك فيتشر هتدخلني في سكه قد يكون في سندروم او حاجه لها علاقه بالاوبستراكتيف جوندس، وفي حاجات كتيره في هذا الموضوع. الاطفال اللي بتقعد اكتر من 14 يوم والاطفال اللي هي بالذات الترم او اكتر من 21 يوم في البري ترم طبعا ممكن يبقى فيسيولوجيكال او بريست ميلك انكريز بالروبين لود اللي قلنا عليه في الهيموليتيك انفكشن، وما ننساش الانفكشن، ممكن مش كل الانفكشن بتيجي نيونيتال سيبسز اللي احنا ندخله عشان نعالجه، في بعض الانفكشنز بتبقى مش واصله لدرجه انه انا ادخله حضانه او اعالجه، ممكن يبقى
يبقى عنده فيرال واخد حاجه من الام او يجي له انفكشن بعد كده، ولكن ما تبقاش للدرجه ان هي تلفت انتباهي قوي. وبالتالي الانفكشن ده جزء مهم في الجوندس ان هو كان من مسبباته ميتابوليك واندوكراين ديس اوردرز طبعا موجوده عندنا، وقلنا منهم بعض حاجات ومن ضمنهم الاندوكراين والامبورن والبريماتوريتي. الاطفال دي بتطول في الجوندس بتاعها ده معروف، ولكن ما انساش ان انا اقول هو بريترم مطول، لازم برضو ادور وراه على اسبابه. البيليري اتريزيا ودي من الحاجات اللي هي الخطيره جدا، ما هياش هي طبعا من 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 الحاجات هي موست كومن في الحاجات الرير شويه، لكن دي لما بنعديها حقيقه وتبتدي الطفل يتاثر ما فيهاش رجوع، ده على طول ده بيعمل ليفر ترانسبلانتيشن. وعندنا حاله دلوقتي موجوده عندي، وكان عندنا حاله وخلاص راح تعمل ليفر ترانسبلان، هو مطول مطول عشان ده الصفره بتطول والحمد لله مش عاليه ما دخلش الحضانه، لكن النسبه الصغيره دي لو هو ما اكتشفش بدري بتاع الاتريزيا ده هيروح وهيبقى خلاص الليفر بتاعه. الانفستيجيشن الفيرست لاين بتاعنا العادي توتال بيليروبين كونجوجيتد، الاطفال اللي هي اكتر من اسبوعين لازم اعمل توتال ودايركت بيليروبين علشان اعرف الكونجوجيتد نسبه قد ايه. وطبعا دوكيمنت الكالر، يعني ابتدي اسال يوميا الكالر واليورين بتاع اليورين والستول والبلاد جلوكوز. لو الاطفال مش ستيبل ممكن يبقى في مشكله عندي في البلاد جلوكوز، وفي مشكله قد تدخلني في سكه الامبورن ايرور، ما هياش رير، هي طبعا يعني ما هياش للدرجه ان انا فوتها، لان احنا كلنا دكاتره اطفال وبنشتغل في اماكن عاليه، مش هشوفها كل يوم بس ممكن اشوفها كل سنه مره او مرتين، ولو فلتت مني هتبقى حاجه، بما اننا بنحضر مؤتمرات بهذا الحجم فدي كمان لازم نحطها في الاعتبار، فممكن بلاد جلوكوز يدلنا في سكه ميتابوليك او امبورن ايرور. الفيرست لاين خلاص وما وصلناش فيه الحاجة، نخش في السكند لاين، واحنا كده دخلنا في المناطق الاكثر ظلاما. يعني الشيك روتين ميتابوليك سكرينينج، واحنا قلنا في سكرينينج بتعمل وقت 19 حاجه ممتازه جدا جدا، لكن ممكن نعمل اكتر من كده، ممكن نعمل ميتابوليك سكرينينج كامل. لو اكتر من 20% من التوتال كونجوجيتد نبتدي ندور على الرينال فانكشن ونشوف البايكاربن فيه، نشوف الليفر فانكشنز كلها، نشوف الجلوكوز نتابعه، نشوف البلاد فول بلاد كاونت، نشوف البلاد جروبس والدايركت، نشوف كواجوليشن سكرينينج، نشوف السكس بي سكرينينج ما ننساهوش دايما، ثايرويد فانكشن تيست لو احنا حتى عملنا السكرينينج العادي وشكينا في طفل نعيد ما فيش مشكله، في بيطلع واحد منهم التيست طبعا هو سكرينينج ولكن مش شرط يبقى اكوريت قوي. كونجنت انفكشن سكرينينج الحاجات اللي هي مش واضحه قوي وهو يعني ميكسد شويه اندايركت على شويه دايركت، ده ما ننساش الكونجنتال انفكشن والميتابوليك انفستيجيشن في الحاجات اللي داخله في الميتابوليك. ثيرد لاين بقى دخلنا ابعد من ذلك ودخلنا في منطقه اكثر ظلاما، هندور بقى على الليفر والابدومينال الالتر ساوند، والجزئيه اللي قلنا عليها الفيري ما هياش كومن خالص او رير اللي هي بتاعه بيليري اتريزيا او اوبستراكشن، دي ما بيطلعهاش بالسونار الحقيقة اللي ناس بيكونوا يعني سوناريست يعني جامدين، يعني طبعا دي مش من الحاجات اللي هي سهلة قوي حد يشوفها. ثم نخش على الراديو نوكليوتايد سكانينج، الحاجات بتاعت الامبورن ايرور، واولها بناخد الامونيا واللاكتيت وبعد كده نشوف اللونجيتش، يعني بنخش في الانريا بتاعت الامبورن ايرور اكتر شوية. لو شفنا الحاجات اللي هي نكمل بيها الحاجات برضو الفيريتين ماسل بايوبسي، دخلنا بقى في الحاجات الامبورن ايرور او ميتوكوندريال ديفكتس. اسباب الكونجوجيت طبعا كتيره جدا ومش هنقراهم كلهم، لكن فيهم حاجات بايل داكت انوماليز، في انفكشن، في اندوكراين ديس اوردرز، في توكسيك البارنتال نوتريشن. اول ما بدانا بارنتال نوتريشن من 20 سنه الناس خافت وراحت موقفه الفات، وبعدين رجعنا ندي فات وهكذا، فبرضو ما ننساهاش. الكورال هيدريت خدوا بالكم كتير منا بنستخدمه عشان انفستيجيشن ونعمل اشاعات وحاجات زي كده، لكن حقيقه توكسيك ونخلي بالنا منه جدا، ومن الحاجات اللي هي يعني بنمنع ان احنا نديها لان هي مصادرها وتركيزها مش مضمونه ولو توكسيستي. والحاجات اللي انهيرتد والميتابوليك سكرينينج بتاعت الاطفال، الفاسكولار ديس اوردرز، اندوكراين كروموسوم برضو ما ننساهاش ونبص قوي في، عشان كده قلنا ديسمورفيك من ضمن الحاجات اللي اتكلمنا عنها. دي مجموعه من الحاجات يمكن الموست كومون ما ننساش. بيليري اتريزيا من الحاجات ما هياش رير، يعني من الحاجات اللي مش رير، يعني عندي حاله دلوقتي ادميتد، حاجات اللي عندنا ادميتد مش كتير اطفال يعني، لكن منهم حاله وكان عندي من كام شهر حاله ثانيه وخلاص هي وعملت عمليه وفشلت، فدي ليفر ترانسبلانتيشن، فما ننساش البيليري اتريزيا ندور عليها، والسونار مش سهل لكن نعمله مره واثنين وثلاثه عشان نطلع. ثانك يو فيري ماتش دكتور اسامه، هي نقطه مهمه جدا قصه البيليري اتريزيا. كان لسه حتى في استدي قريب مطلع ان البيليروبين توتال بيليروبين
بعد الاسبوع الاولاني ممكن يكون واحد من البريدكتورز للكوليستيزس ليتر اون بعد الاسبوع الثاني، ان البيبي العينين بتوع البليارتيزيا هيبتدوا في الاول ان هو البيلروبين بتاعهم عالي ما بينزلش، بعدين لما تيجي على الاسبوع الثاني تيجي تعمل التوتال والدايركت تلاقي الدايركت هو كمان بدا يعلى وبدا يبان البليارتيزيا. والبليارتيزيا اتس نوت رير، ده مهم جدا جدا جدا. لو بصوا حضراتكم على الجراف ده، الجراف ده جميل جدا دكتور اسامه جايبه لنا، جميل قوي انا يعني عجبني جدا. احنا عندنا البليارتيزيا يعني بالنظر كده ده سبب واحد واخد تقريبا ربع او تلت الباي تشارت، في حين الميتابوليك كوزس اللي هم اسباب كتيره جدا، الانهيرتد سيندرومز اللي هم حاجات كتيره جدا، هم الاثنين مع بعض واخدين تقريبا قد المساحه بتاعه البليارتيزيا. فالبليارتيزيا از ا كوز ذات شود بي كيبت ان مايند، مهم جدا جدا جدا. يمكن الحاجه الثانيه اللي احنا شويه مش اوير بيها في التشخيص بس برضو محتاجين نبقى واخدين بالنا منها، قصه النيونيتال هيباتايتس. دكتور اسامه اتكلم على الانفكشن، وطبعا الكونجنتال انفكشن من الاسباب اللي بتعمل برولونج جوندس، لكن في انفكشن يعني ايه شويه منسي من الحاجات اللي بتعمل برولونج جوندس برغم ان السبب بتاعها مش معروف، اليورينري تراكت انفكشن في بعد الاسبوع الثاني من الحاجات اللي في اسوشيشن بينها وبين البرولونج جوندس برولونج انكونجيجيتد هايبربروبينيميا. تعالى دكتور مصطفى، حضرتك كنت عملت ستادي على الـ يو تي اي مع البيلروبين ولا لا؟ مش حضرتك بس في حد في بنها، في حد في بنها كان عملها، كان عمل الستادي دي وهي اتعملت كذا مره، اتعملت في كذا مكان. وليه الاسوشيشن دي؟ وهي اسوشيشن غريبه بصراحه، بس يعني هي من الحاجات اللي تتحط في الاعتبار، ان اليورين تراكت انفكشن يعني غالبا بيكونوا ويل بيبيز، يعني مش البيبي المسبتك الوحش اللي داخل الحضانه وضايع، ده ويل بيبي جاي وجاي لك طول الوقت ان هو البيلروبين بتاعه عالي وما بينزلش عالي وما بينزلش، وممكن يطلع في النهايه يو تي اي. لكن في احد الاسباب اللي دكتوره ايمان كانت بتتكلم عنه، عيان في سيفير هيموليسيس ويدخل في دايركت هايبربيلروبينيميا. حضرتك تدينا كومنت عن القصه دي؟ هي برضو ماشيه في الحته بتاعت ان انا سبيسيتد بايل سيندروم. الترم ده يمكن حافظينه من زمان قوي، ويمكن حافظينه اكتر من اسماء كتيره جدا، ما اعرفش كلكم توافقوني ولا لا. يعني هو بيلزق كده او بيعجبنا مش عارف، لكن مدار ايه ما تلاقيش فيه كلام كتير، لان هو من قديم الازل هو معروف بالروبن اوفرلود. والموست كومن ايتيولوجي بيكون واحد عنده هيموليسيس وبعدين خلاص يحصل لود زياده فيبتدي يسد الكانيليكولاي، وكلنا حافظين الفكره دي بالذات الار اتش انكومباتيبيليتي وحصل فيها سيفير هيموليسيس وبالتالي في اكسسيف انكونجوجيت هايبر بيلروبينيميا وبيبتدي يحصل سلادجينج. يعني ايه؟ يعني البيروبين بقى زي الطين كده او زي المض، يعني يسد الكانيليكولاي ويسبب الكوليستيزيس، وبالتالي يبتدي اللي كان اندايركت يقلب دايركت بسبب ان هو سد الكانيليكولاي، فبقى شكل من اشكال الاوبستراكشن. ومعظمهم الطفل اللي هو الهايبر بيلروبينيميا وكان اندايركت دخل حضانه ما دخلش، عمل اكسشينج ما عملش، وبعدين خرج والهايبر بيلروبينيميا بتاعته نلاحظ ان الدايركت بدا يعلى عنه، فدي كلنا نقول ايه ده انسبيسيتد بايل. كلهم تقريبا او معظمهم تقريبا بيعدي مفيش مشكله، بس بعض الحالات يفضل دايركت عالي ونلاقي فيه مانيفستيشن ويفضل مطول معانا. هي مش كتيره لكن ممكن تبقى سبب من الاسباب ان هو يطول قوي وعندنا دايركت هايبر بيلروبينيميا. من ضمن الاسباب الثانيه فيتامين كي ديفيشنسي وبليدنج، بارنتال نوتريشن من ضمن الحاجات، السبسس طبعا وبيخش في كل حاجه زي ما اتكلمنا، الاي بي او انكوباتيبيليتي اللي هي واحده منهم من اسباب الهيموليسيس، والميديكيشن. ومن ضمن الميديكيشن سيفتراكسون، طبعا اكيد كلنا دلوقتي ما بنديش سيفتراكسون في الشهر الاولاني في الحضانه، والدايريتكس طبعا يبقى جاسياس يوز في الحالات بالذات الكرونيك او البي بي دي فيهم، ودي بعض الاسباب الثانيه ان يسبب انسبيسيتد بايل سيندروم. حضرتك قلت حاجه لطيفه جدا، ان احنا حافظين الاسم وعارفينه كتير، بس هل احنا بقينا بنشوفه كتير لسه ولا قل؟ هو لان احنا من شغل حضرتك بقيت لسه بتشوفه كتير، لسه بنشوف الانسبيسيتد بايل كتير ولا؟ اكشوالي بنشوفه في الحالات اللي بتوصل اكسشينج ترانسفيوجن، يس I think ان هو قل عن الاول، هي دي البوينت اللي انا كنت عايز اوصل لها، الاجابه اللي انا عايز اوصل لها. هو ده لان احنا كمان بدانا نعتمد على ترانسكوتينس كتير. Yes. يعني انا النهارده بعد الطفل ما يخرج اكيد مش ضروري ان انا اعمل له سيرم بالروبن بعد ما يخرج وخلص وخف وروح البيت، مش هقول له تعالي تاني اعمل له تاني واعمل له تاني، يعني بالكتير قوي هيقيس ترانسكوتينس وده مش هيطلع دايركت، فممكن قوي ما يبقاش انا شايف الانسان. يعني حضرتك قصدك ان احنا ما عدناش بنشوفه بس يعني maybe are missing it. بس المايل تو يعني طبعا اللي هو الزياده قوي هيبان الستول بقى كلر ويبقى الدنيا واضحه شويه.
maybe. بس احنا قبل كده كنا بنشوفه كتير جوه الحضانه يعني العيان وهو لسه قبل ما يخرج كان بيحصل. دلوقتي الدنيا بقت اقل شويه لان احنا بقينا بننترفين ايرليير. اعتقد ان احنا بقينا بننترفين ايرليير ويمكن ده اهم نقطه ان ده اكبر ريسك فاكتور فور انسبيسيتد بايل برغم ان مفيش كلام في الليتريتشر عليه بشكل كبير بس يمكن اكبر ريسك فاكتور ان العيان ده يكون فيه فيري هاي بالروبن لود بيفور انترفينشن. كل ما البالروبن لود بتاعك كان عالي قبل ما تتدخل فيه سواء كان بفوتوثيرابي او باكستشينج ده بيخلي احتماليه الانسبيسيشن تكون اكتر. ممكن فعلا. طيب واحنا بنتكلم على تريتمنت اهم تريتمنت للهايبر بالروبنيميا الفوتوثيرابي. مش هسال مش هسال على حاجه. كويس. طيب فين البتاع اللي بنقلع. اوكي كلنا عارفين حاجات كتير قوي على الفوتوثيرابي. هنمشي بسرعه على النقط المهمه. اول حاجه ان فوتوثيرابي از دراج زي ما الاكسجين از دراج فمش بنحط البيبي ونسيبه عليه وننساه وكده. الحاجة التانية زي ما قلنا قبل كده انه الافكتفنس بتاع الفوتو مش معتمد على الفوتو بس معتمد كمان على البالانس ما بين البيبي بيطلع قد ايه والفوتو قادر يشيل قد ايه. الفوتو ثيرابي بيشتغل ازاي ان انت بتطلع نور بسيرتن ويف لينث اللي هو absorbed by bilirubin واكتر واحد في الكاتيجوري ده هو البلو لايت اللي 460 نانومتر اب تو 490. بيشتغل ازاي ان هو بيحول الانكونجوجيتد بيليروبين اللي هو فات سوليبل انتو ووتر سوليبل فوتو ايزومرز. في جزء قليل في الاول كانوا فاكرين ان اهم حاجه بيشتغل بيها الفوتو ثيرابي هي الفوتو اوكسيديشن لكن الريسيرش اثبت ان ده قدر قليل جدا هو مينلي انه بيعمل الستراكشرال ايزومرز والكونفيجريشنال ايزومرز دول ثابتين وبينزلوا على طول في البايل واليورين دول متغيرين شويه لكن في كل الاحوال حتى لو ليفل البيليروبين ما موتيش قوي بيحوله لحاجه ذات ويل نوت افكت البرين ان موست اوف ذا سيتويشنز. ايه الفاكتورز اللي مهمه اخد بالي منها وانا بكتب الفوتو؟ انا عايز احط البيبي ده على نور شكله ايه. تاني اللمبه النايلون مش هي اللي بتعالج الصفرة لازم يبقى الادكويت بروبر ويف لينث. الحاجه اللي انا عايزه ستريس جامد جدا اللي هي الايريجنس. الايريجنس هو الانتنسيتي بتاعه الفوتونز على الحته اللي انت مسلط عليها ودي مهمة جدا لان احنا ساعات بنحط الفوتو فوق الحضانة وتبقى المسافة 60 سنتي فحتى لو الجهاز بتاعك قوي الافكتفنس بتاعه قل. فإتس فيري امبورتنت تو برينج يور ماشين كلوزر 30 سنتيمتر من البيبي عشان تاخد افكتيف الريجنس. الريجنس بيتقاس بحاجه اسمها الريجنس ميتر. مفروض ان انا بجيب الشركه اللي جابت لي الجهاز بالريجنس ميتر بتاعها وبتقيس لي على البيبي واصل الريجنس قد ايه عشان اعرف انا بدي انتنسيف ولا مش بدي انتنسيف. الانتنسيف هو اللي بيدي اكتر من 30 مايكرو وات بير سنتيمتر بير نانومتر. الحاجه الثانيه المهمه انا سايبه سبيس قد ايه. بيبي صغير ومغطيه راسه ومغطيه عينه ملبسه بامبر لغايه صدره باصبع رجله بس اللي بياخد فوتو مش هيبقى افكتيف. اتس فيري امبورتنت ان انت يبقى عندك ا جود اكسبوزد اريا وبعدين الافكتيفنس انه يقل اكتر من 2 في 4 ل 6 ساعات. ده الويف لينث اللي انا هستعمله. ده الريجنس وانا زودته بان انا قربت الديستنس وانا اكسبوزنج البيبي و عشان اقدر اعمل افكتيف فوتو ثيرابي. ايه انواع الديفايسز اللي موجوده؟ عندي الفلوريسنت تيوبنج اللي كلنا عارفينه ممكن يبقى افكتيف مشكلته انه بيسخن. عندي دلوقتي اللايت ايميتنج دايودز وعندي الهاي انتنسيتي لايت ايميتنج دايودز. الفكره ايه؟ الفكره ان انا ممكن اكسبوز فروم وان سايد لكن كمان ممكن اعمل حاجه زي البلانكت يبقى من تحت ومن فوق وعندي الحاجات اللي هي زي البيلي سفير اللي هي اول اراوند وعندي كذا ريفيو بتقول لي ان اللايت ايميتنج دايودز دي بتقدر تخليني استعمل duration اقلل انها مور افكتيف وهتنزل لي الريت اوف ديسنت اوف ماي بيليروبين اسرع. وده الديفرنت ديفايسز اللي كلكم عارفينها. انا عايزه بس اللي بيحط البيبي على فوتوثيرابي ما ينساش النقط المهمه دي ان انت تبقى متاكد ان اللمبه بتاعتك adequate wavelength ان انت الديستنس بتاعك قريب ان انت exposing a good amount of the body علشان تقدر تبقى effective. انت ممكن تinterrupt
عشان تغير او عشان تردع، لكن الانتربشن المتواصل هيخليه يبقى مش افكتيف. فخليك الى حد ما كونتينيوس، حتى لو الام هتردع خلي الفترات تبقى قصيره او تشفط وندي لبنها. ولازم طبعا تقيس طول الوقت عشان تبقى مونيترينج، عشان ما تقعدش البيبي مده اطول. وافتكروا ان الترانسكوتينيوس مش هيبقى افكتيف. ان اوردر تو ميك ا ديسيجن يو هاف تو هاف توتال سيرم بيليروبين. هنا هو اتعملوا مقارنه ما بين الكونفنشنال انتنسيف فوتوثيرابي واللد، ولقوا ان اللد والكونفنشنال لو الكونفنشنال ابلايد ان ذا كوريكت واي كان بي فيري افكتيف. الحاجتين اللي لازم نخلي بالنا منهم دلوقتي، ان بالفوتوثيرابي اللي هي زي البيلي سفير والحاجات دي اللي بنسيب العيال عليها مده طويله، there is risk from using very high irradiance levels. فاستعمل الحاجات التقيله قوي دي for the period you need to get away from the exchange level and then shift to the normal بتاع عشان ما يبقاش في اذيه. monitor the hydration and nutrition and temperature. الحاجه اللي كنا بنتكلم عليها، البيبي جاي لك عملت له باين سكور اوكي، بس انت عارف انه هيمولايزنج وحطه على intensive phototherapy ومش عارف هتحتاج exchange ولا لا، لازم تعمل سيريال اسسمنت فور ساينز اوف بايند، عشان حتى لو البيليروبين قل سنه لكن في ساينز اوف بايند ابيرد ات از ان انديكيشن فور اكسشينج ترانسفيوجن. وين تو ستوب فوتوثيرابي؟ ات ديبندز. انت حطيت الفوتوثيرابي عشان البيبي اون دي 1 الدكتور اسامه قال لك امه ار اتش وحطيته على النوموجرام طلع هاي ريسك وطلع البيليروبين بتاعه 15 اون دي 1، ها ده انت خايف منه. فحتى لو بكرة البيليروبين بقى 11 مش ده اللي تخرجه، انت لازم تقعده 24 ساعة وتعيد عشان انت متوقع انه ممكن يتجمب. لكن البيبي اللي جاي لك on day 8 عشان البيليروبين بتاعه 15 ولا 18 ولا whatever، انت once ان انت قليت وصلت لل 13 او ال 14 ممكن تخرجه، ومش ضروري تفضل مقعده عشان خايف من الريباوند، لان هو اصلا جاي لك في وقت ما كانش مقلق. فيو هاف تو ديفرنشيت وات واز ذا كوز اند وات واز ذا ريزن فور ذا فوتوثيرابي. ثانك يو. ثانك يو. بروفيلاكتيك فوتوثيرابي يوز اور نوت تو يوز؟ انا قلت مش هسال بس ما ادتش نفسي. هو قال مش هيسال. ما عرفتش. بروفيلاكتيك فوتوثيرابي في مصر شائعه انها بتستعمل في البري تيرم، في العالم مش بتستعمل، لان انت بتقيس لو محتاج حطه، لو مش محتاج ما تحطوش. طبعا في الاكستريملي لو بيرث ويت، اف يو ار ان ا بليس وير يو هاف مايكرو تكنيكس، دونت بوت ذا فوتوثيرابي انليس يو تشيك. ليه؟ لان البيبي ده البروتكشن اجينست اوكسجين فري راديكلز عنده اوطى جدا من اي بيبي تاني. لكن لو احنا عشان نعمل عيان بيليروبين هاخد 3 سنتي من ال 50 سنتي اللي في دمه، ممكن ساعتها تحط بروفيلاكتيك وما تقولناش. تمام. دكتور مصطفى، احنا مش هنتكلم على الاكستشين ترانسفيوجن بصراحه، يعني احنا قررنا في الديزاين بتاع الوركشوب دي احنا مش هنتكلم على الاكستشين ترانسفيوجن، لكن اخر حاجه اتلقينا في التريتمنت غير الفوتوثيرابي وهو اهم ستاي في تريتمنت اوف هايبربيلروبينيميا، هل في حاجه تانية ممكن نديها مع الفوتوثيرابي او غير الفوتوثيرابي فور تريتمنت؟ اول حاجه بنتسال عليها واحد الاسئله كانت من الفلور منها عليها لايف اي جي. جميل. زي ما قلنا في الايتيولوجي في عندنا الهيموليسيس هو الاساس، جزء كبير منه اميون ولا نون اميون؟ immune. فالراشونال بتاع using intravenous immunoglobulin to treat the immune anemia and the immune hyperbilirubinemia given كده ان giving the baby IV IG masking the FC portion of the antibodies، فبالتالي يمنع الاتاشمنت او الهيموليسيس في الريتيكولو اندوثيليال سيستم، بيلزق على الماكروفاج ما تخليهاش تمسك في الار بي سيز اللي عليها الانتيبادز يعمل لها هيموليسيس، وده الراشونال. فبيقلل الهيموليسيس هيقلل البرودكشن فهيحمي البيبي. طيب نستعملها ولا ما نستعملهاش؟ ستيل في ريكومنديشن نستعملها امتى. عند دلوقتي الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس كاتبه ان ممكن نستعملها، وكذلك النايس جايد لاينز، لكن علشان نمنع الاكستشينج ترانسفيوجن، فبالتالي مش اي عيان هيجي بلو ليفل تحت الفوتوثيرابي انا هستعملها. لكن لو انا تاتشينج الاكستشينج او دخلت 1-2 ملي جرام في الاكستشينج ممكن
I can give IVIG. بس اتاكد انها هيموليتك علشان في بعض الناس تلاقي هاي سيرم بيليروبين ومش لاقي اكسبلانيشن يقول لك ما انا هدي له IVIG which is not correct. طيب لكن اتعمل عليها ميتا اناليسس في الحقيقه علشان في ستاديز ثانيه قالت لا ممكن ما نديش والليفل اوف اكسشينج ترانسفيوجن او معدل اكسشينج ترانسفيوجن ما قلش فعليا. فالميتا اناليسس اللي اتعملت في 2018 لقت ان في بايز ستادي كتير جدا والجزء اللي قال ده هي بتفيد بتقلل الاكسشينج ترانسفيوجن بتقلل الانيميا بتصلح الانيميا لقوها سمول ستاديز وفيها بايز قد لا يكون الراندمايزيشن بتاعها مش صح والستاديز اللي فيها جود راندمايزيشن وجود ديزاين لو الافيكاسي بتاعتها او الافكت بتاعها اقل من المتوقع علشان كده الريكومنديشن بتاع الميتا اناليسيس دي قال لا احنا ما نقدرش نقول 100% الاي في اي جي از ايديال الكلام ده 2018 رغم ان الجايد لاينز لسه ما اتخرجتش لكن يجوز تستعملها في سيتويشن بالذات لو انا عندي اطفال انا بشتغل في مكان صعب ان انا اعمل فيه اكسشينج ترانسفيوجن ممكن اعمل كده لعد ما حدول البيبي لمكان تاني فبالتالي بقلل الريسك اوف كيرنيكترس او انكفالوباسي لعند ما اوصله للاكسشينج ترانسفيوجن. اجين برضو نستعملها ازاي ومين اللي ياخد الديسيجن في الحقيقه في المستشفيات يعني احنا بنخليها كونسلتنت بيز ديسيجن علشان فيها ابيوز بشكل غير عادي من الزملاء يعني يدخل يلا انا هديله وفي ولد يبقى معدي ال 5 مللي جرام يعني هو جاي في ليفل اوف اكسشينج لا انا هديله فرصته اصل الدم هيجي متاخر فانا هديله اي في اي جي فبالتالي اتز كل مستشفى على حسب لكن شود بي كونسلتنت بيز ديسيجن. الدوز احنا بندي على 500 مللي جرام بير كي جي انفيوجن اوفر 2 اورز اند كان بي ريبيتد افتر 12 اورز 0.5 نص جرام يعني. طيب من الحاجات اللي احنا بنشوفها للاسف في بعض الحضانات وقبل حتى دخول الحضانات يعني كتير في البرايفت يقول انا هديله لبن بقى صناعي هديله لبن صناعي علشان الصفرة شكلها هتعلى او الواد شكله اصفر ما احنا عارفين ان 75% هيجي لهم فيسيولوجيكال جوندس يا جماعه. الحاجه الثانيه ان الولد يدخل بصفرة واتيفر الليفل يقول الام لا ما تجيش علشان لبنك هيعلي الصفرة. انتربشن اوف بريست ميلك لقوا ان الشانس زي ما الدكتور اسامه قال ان على عمر شهر الولد ده بيسيب البريست فيدنج. تاني حاجه ان الاطفال اللي اخذوا بريست ميلك ما لقوش فيه فرق ولا في الاوتكم ولا سيجنيفيكانت ديفرنس في الديوريشن اوف فوتوثيرابي يعني ما قعدش ايام اطول زي ما احنا متاخرين. انا حاطط دي بالذات علشان فعلا مكتوبه dont interrupt interrupting. طب ندي البومين ولا ما نديش وممكن ندي البومين. الاستاديز اللي اتعملت بشكلين هل الاطفال فعلا عندي هايبو البومينيميا فندي له البومين والدكتوره ايمان جاوبت على السؤال ده احنا بندي الالبومين ترانسفيوجن في قد ايه مده قد ايه حضرتك في البراكتس 2 years بتدوه في كام ساعه 4 ساعات يعني هو لو ناوي يدخل في كيرنيكترس ماشي لو حضرتك ناوي تجيب له دم اساسا فور اكسشينج كان زمانه جه فبالتالي ان انا بدي كان زمان في وقت من الاوقات وستادي اتعملت ان احنا بدي بري اكسشينج علشان احسن الكارينج كاباسيتي فانهانس الافكت بتاع الاكسشينج ترانسفيوجن ما احتاجش ودي ستادي وحيده ما اتعملش عليها تاني وللاسف ما عدتش خلاص ما بقاش نو رول. طب هو انا مادي البون يا جماعه هقلل السيروم ليفل اوف البيلروبين زي ما انت شفت هو شيال كارير انا بقلل الريسك اوف كيرنيكترس بس لكن لو العيان فعلا فاي لو انا عندي سيجنيفيكانت هايبو البومينيميا بس والعيان الاطفال دي اللي استادز اتعملت فوتوثيرابي ويز البومين او فوتوثيرابي وزاوت البومين مفيش ديفرنس. طب ادي اي في فلويد للعيان ولا لا؟ Don't give IV fluid unless the baby dehydrated. نقطة. ماشي. الحاجة التانية لو أنا هعرف أعمل له hydration بالoral feeding it's better to give him oral feeding please. طيب. في عيان دخل لك على الفوتو exchange threshold وانت قررت ان انت تديله intensive phototherapy 4 to 6 hours وطلبت ان انا اعمل exchange transfusion مجهز الدم علشان هو داخل ممكن يعلى في الحالة دي you can give IV fluid until you take the decision. Once you the exchange transfusion not recommended anymore لرجعه يرضع تاني. أجار مين بيستعمل أجار؟ أنا كنت خايف للي عامل sponsoring للمقاولة دي بشركة أجار والله العظيم. مين بيستعمل أجار بدون إحراج؟
طب مين مش شرقيه؟ انا مش شرقيه يا عم. انا علشان محمد، علشان هم اللي بدعوا الاجار من قبل الشركات بصراحه، كان بيون على عطر. حصل 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 او ديار بنج يعني، انا مش عايز اقول. طيب اني هاول اجار طيب في الحقيقه الراشونال الناس بتستعمله يقولوا ان هو هيبقى اتاشد للكونجوجيتد او الانكونجوجيتد بيليروبين، فما يحصلوش ابزوربشن، وان هو هيحسن الستول فريكوانسي. لكن لو كومبليكيشن الدكتور اسامه بيه قال عليها. المشكله الرهيبه في الاجار ان هو بيدي احساس بالطمأنينه للاهل. يا جدعان كل الحالات بتبقى فيسيولوجيكال جوندس، فيقول لك ده ابن خالته خد وتحسن عليه، فانا هجيبه له وما جلكش اساسا لعند ما يجي لنا ومصيبه. بليز دونت ريكومند اجار. عايز اقول لكم بس ان الشركه ده عمليه معمول عليه ستادي، عايزك تمسك الورقه وتشوف الاستادي ده معموله امتى. هما الاستادي معموله 93 89 وفي واحده معموله 75، يعني احدث استادي هتلاقيها في التسعينات وفيري سمول نمبر. لكن بذكر الاستادي، في استادي اتعملت في جامعه اسيوط عندنا وكومبير اللي قال اللي خدوا فوتوثيرابي باجار واللي خدوا اجار واللي خد فوتوثيرابي بس، هل حد استفاد فيهم؟ يعني العيان ده قاعد فتره اطول او فتره اقل؟ ده الفوتوثيرابي بس. انا عايزكم تشوفوا الارقام ابتدينا منين. يعني ده احنا ابتدينا من صفره 16 17 ماشي، لكن هو طول باله الدكتور. يعني احنا هنا عند ثالث يوم في الفوتوثيرابي 12 ده ينفع يروح بيتهم ولا لا؟ ينفع؟ طب ما 10 ينفع يروح ورا اخر؟ يعني انا بعيد قوي، يعني ينفع اروح على ده؟ فبالتالي برضو اجين هنا بتعمل في المستشفى، لكن افتكروا يا جماعه ان هو بيتكتب في العيادات. حاله فيسيولوجيكال مش محتاجه علاج خالص، لا اما حاله هتعلى انت هتضرها علشان هتهدي الاهل. انا باخد علاج الصفر ماشي. دونت يوز اجار بليز. الفينوباربيتون، دكتوره سالت على الفينوباربيتون. الفينوباربيتون الراشنال ان انا هو انزيم انديوسر، فانا هستعمله في الكريجرام نجار تايب 2. انا ما عنديش انزيمز او الانزيمز قليل قوي، فلوجيك ان انا اديله انزيم انديوسر، وده اللي مكتوب فيه. طب انا ممكن اديه للبرلونج جوندس زي ما الناس بتكتب، او ممكن اديه لاي حاله جوندس؟ طبعا لا، كونترا انديكيتد في الحقيقه، علشان شورت تيرم ولونج تيرم بروبلم. لونج تيرم الاطفال اللي بتاخد فينوباربيتون واتيفر الانديكيشن لقوا الكوجنيتيف بتاعها فيه تاخير سيجنيفيكانتلي، فما تجيش بقى تتمحك في حاله صفره وديها. يعني تاني حاجه، لو انت فاهم ان انا هشتغل كانزيم انديوسر، انت متخيل هو هيشتغل بعد كام يوم؟ 2 دايز. فانا لما اديه النهارده حضرتك هو هيشتغل انزيم انديوسر بعد بكره، اللي هو لو ناوي يصفر قوي زمانه صفر ودخل في كيرنكترس، او هو فيسيولوجيكال مش محتاج علاج. تالت حاجه، حضرتك لما بتديله متوقع ينام ولا ما ينامش؟ هينام، فما يرضعش فزود الانتيرو هيباتيك سيركيوليشن، فالصفره تزيد. حضرتك بليز دونت ريكومند الدواء الاخضر اللي بيتحط على الميه بسكر. اوكي، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضراتكم. احنا فاضل معانا في وقت السيشن دي 10 دقائق، احنا كنا قايلين يعني 20 دقيقه للاسئله، للاسف اضطرينا ان بقى 10 دقائق بس. وي ار هابي تو تيك اني كويستشنز فروم ذا فلور. لو في اسئله جت للدكتور محسن او في حد عنده اسئله، بس للاسف وي ويل ليميتد فور 10 مينتس للاسف. يعني طب معلش اكتب عشان الدكتور محسن. معلش عشان الدكتور محسن هي. يونيت 33 اسبوع 2.5 كيلو، يتعامل معامله الفول تيرم ولا البري تيرم؟ انا هسال، انا بقى اسال يا سيدي حد حشك او هكومنت. يعني هو الدكتوره امان ذكرت الليفل 13 الاستوفر الفوتوثيرابي ده في الحالات. طيب. اللي هي يعني دكتور دكتور ده كان في الدكتور نهاد عامل دراسه وكان قال ان احنا ممكن نوقف يعني اكوردنج للجايد لاينز اللي ماشي عليها 3 تحت الليفل. دكتور محسن أثار نقطة، لو البيليروبين مثلا طالع 14 لكن الليفل اللي كان عليه أدميشن البيبي 17.5، يعني نزل أقل 3 من الليفل اللي كان مفروض indicated، you can discontinue phototherapy, you don't have to wait till number 13. This is correct. Another compilation للكومنت ده اللي هي الحالات الهيموليتيك، أنا هستوب إمتى؟ كان برضو الدكتور نهاد من ضمن الدراسة بتاعته
قال لو ال الليفل away from 6 عن الفوتو ليفل ده كان ستوب فيرلي. الريتيكولوسايت كاونت بتاعه is rising means he is hemolyzing very quickly. فانت لو انت والهيموجلوبين بتاعه is dropping برضو في حكاية ستة دي انا I disagree with انت even if you decide to stop at six you do not discharge the baby, you have to do a rebound test after 24 hours of phototherapy for the baby with confirmed hemolysis. لو معايا بيبي بس هو اي بي او انكومباتيبلتي وحصل دروب للهيموجلوبين لدرجه ان انا بقى عندي انديكيشن للباجد ار بي سيز ادي باجد ار بي سيز ولا اعمل اكستشينج افضل؟ It depends. لو انت ساعات كتيرة قوي بيبقى فيه ongoing hemolysis بس البيليروبين not rising to the level of exchange والباين سكور بتاع البيبي normal. Give a packed RBC transfusion and do not exchange. O negative. O negative. جميل. هو السؤال دايما blood transfusion is he affecting the hemodynamics of the baby ولا لا؟ يعني انا عندي symptomatic anemia ولا مفيش؟ في الحقيقه الكلام اللي حضرتك بتقوله لو احنا في اطفال بنخرجهم ب ABO incompatibility ويروح بيتهم ويجي لك الصفره بتاعته مش عاليه الا تلاقي الهيموجلوبين نزل لستة. واخد بال حضرتك؟ تلاقي الهيموجلوبين نزل لستة. كان في سؤالين ملحين جدا، اديله blood transfusion لو الولد ده gaining weight كويس vitally stable I can follow up closely، مش بالذات gaining weight والactivity بتاعته. السؤال التاني بقى السخيف، نديله حديد؟ ايه رأيكم؟ مش بتسألوا السؤال ده ولا حضراتكم بتدوا حديد؟ ها؟ مديش حديد علشان mostly الولد ده عنده iron overload يعني ماشي، علشان هو فيه concept ان اللي عنده anemia انا هديله حديد. احنا بنتكلم من ارض الواقع. لا ممكن ندي الاذر هيماتينكس علشان هو البرودكشن عنده انا بعمله زي الهيموليتيك انيميا. مش موضوعنا خالص. There are curves for the age. في كيرفز في جايد لاين في كيرفز. الكيرفز دي بتقول سيمتوماتيك واي سيمتوماتيك والاي سيمتوماتيك عند رقم كام. فانا مش رايي ان احنا نقول 6 او 6 ونص او 7. انا رايي ان وي هاف تو جو باك تو ذا ريفرنس بتاع الكيرف بتاع الايج ده ان اي سيمتوماتيك اور سيمتوماتيك ديبندنج. الاي في اي جي قصدك؟ ما هو ده اللي الدكتور اسامه رد مصطفى رد عليه. هو ستيل الاي في اي جي زي ما قلنا يمكن حضرتك ما حضرتيش عليها ديبيت على الافيكاسي بتاعتها في البلاد ترانسفيو في الانيميا او في الاكستشينج ترانسفيوجن ودول ديسيجنز ماشي. اجين الانيميا دي اكسبتد ولا لا ماشي، احنا نادرا ما بنديها. احنا ستيل اكوردنج تو ذا جايد لاين بريزيرفد للحالات ان انا تو بريفنت اكستشينج ترانسفيوجن ماشي. انيميا ممكن ما تديش حاجه وده فعلا براكتس في الحالات، احنا بنشوف حالات تنزل 6 7 وتطلع تاني. لو انا لقيتها هي افكتنج البيبي كهيمودايناميكس او جينينج ويت او نيد فور اوكسجين او تاكي كارديا او تيفر ممكن اديله باكد ار بي سيز. ممكن تكون الدكتوره بتقصد ان انا كوريليت نقص الهيموجلوبين مع زياده البيليروبين، الاثنين ريليتد لبعض، وبالتالي يبقى انا وقت ما اقيس البيليروبين نفسها اقيس الهيموجلوبين. اظن ده اللي بتعمله. ودي طيب بس علشان نبقى احنا متخيلين في تلايف في برودكشن كتير للار اتش بالذات والاي بي او والبلاسينتا بتتعامل معاه،
بعد الولادة الليفر ما بيقدرش يهندل، لكن في وقت من الأوقات مع الأبتيك إمبروفمنت الكونجيوجيشن إمبروفمنت في الأسبوع الثاني بنشوف فعلا عيال بيحصل أنيميا لكن الليفر كان هندلنج ما بيوصل لكيش لليفل فوتو. فطالما أنا أفتكر أنا طول ما أنا بعيد عن الفوتو أنا بتابع بفولو أب فور هاو ماتش وصلت الأنيميا هاو ماتش لو وفور هاو هاي البيليروبين، ده التارجت بتاعي. الليفر اتحسن غالبا البيليروبين مش هيحصل. الانتي بودز كليرانس دي ممكن تقعد اسابيع فتلاقي البيبي فعلا بقى انيميك. دكتور ايمن في سؤال هنا وبعدين عند حضرتك هستودعك، احنا هيبقى اخر سؤالين. دكتور ماشي. دكتور ايمن، دكتور ايمن لو سمحت. اوكي، حضرتك قلت لو انا عندي طفل مثلا البيليروبين بتاعه مثلا 20 اللي هو التوتال والدايركت بتاعه هنقول 12، قلت لو هو هيموليتك ده استخدم فوتو سيراب، لو ما هوش ليفل اكستشينج استخدم عادي ما خافش من البرونز بيبي؟ ودايما الديبيت بيكون على الاكستشينج اكتر من الفوتوثيرابي. بس يعني هو في الاسئله جايه، حد بيسال كاتب بيقول ميدسكيب allows daily fluorescent light is it accepted right؟ هو المقصود فلوريسنت اللي هو فلوريسنت العادي ده ولا فلوريسنت؟ صاحب السؤال ده سؤال، والسؤال الثاني السؤال ما هو عايز يوضح السؤال. تقولي حاجتك No. الفلوريسنت هو الـ طبعا الويف لينس يختلف تماما، ويمكن كان عندنا جهاز الراديوميتر في الحضانه عندي في البورسعيد وكنا بنستخدمه كتير جدا في القصه دي. طبعا في فرق رهيب، يعني هو ممكن نقيس تطلع 5 مثلا، والويف لينس الثاني بتاع الفوتوثيرابي لما بنحطه تحت الجهاز الرينج اللي الدكتور ايمان قالت عليه 350 ل 500 450، فده طبعا بيبقى الاكسبتد. لما بنطلع الجهاز في الشمس بيقرا الافات، كانت حاجه زي كده، ويمكن من خلاله اكتشفنا بالصدفه قصه البلانكت. احنا عملنا حاجه زي كده اللي هي العواكس، انا كان عندي فني صيانه، فلما كانش عندنا اجهزه فجاب كشاف قديم كده بالعواكس الفضيه دي وراح مركب عليها لمبات فوتوسيرب وحطها فوق الحضانه، فاللمبات عاديه لمبتين حتى، فادى افكت عالي جدا، ما حتى انا 4 بقى دبل وقسنا بيه الجهاز، فكان دي فكره بتاعته وسجلها باسمه يعني. فالفكره لمبات الفلوريسنت العاديه خالص دي ملهاش ويف لينس خالص ولا اي افكت، ده المقصود يعني، حتى لو خدها في حضنه يعني برضه مش هتجيب نتيجه. في سؤال ثاني اجين السان لايت، ان انا استعمل ضوء الشمس كونترا انديكيتد. الكوكرين حطت حاجة، هو الكوكرين هو في حاجة اتكلموا على السان لايت كوكرين، بس يعني ايه بحذر شديد جدا فيها، لان في صور موضوع السان لايت يعني، وفي الكوكرين كتبت حتة يعني الاماكن ما فيهاش ريسورسز خالص وبتاع، بس بيكتبوها بحذر شديد، لان في مناطق في افريقيا عاملين صوب كده زي صوب النباتات عندنا وبيناموا الاطفال وبتاع، بس الحقيقه لازم تبقى كيرفول جدا يعني عشان الاوفر هيتنج.